تقريبا نص قرن
نفس المده اللي تنعرف فيها سي عبد القصير غنوجد الجنازه ديالو وتنتكلم على ولي اسلام بن زيدان. وتنظن اقل شيء ما نقدر ندير وهو ان هذه المحاضره بنسهر تنهديها له تنفكر فيه كمثال، وزياده عن ذلك تنطلب منكم الى تمكن انه نترحموا عليه كجماعه، وايضا تنعرف بان كان عنده مقام خاص في هذه الجمعيه تنظن كالنائب الرئيس ديالها، وبان من الاسباب التخلف ديالنا في العالم الثالث هو عدم الاهتمام بالذاكره. تنمحيو الماضي لما ما تنزوروش، ولا مستقبل بدون ماضي، ولا مستقبل بالنسيان. الذكر الحكيم 268 مرة فيها الذكر والذاكرة والنسيان من الشيطان، وهنالك شياطين حقيقيين يتلاعبون مع الماضي ويمحيه الماضي لم يمحى. ولهذا قبل أن نتكلم عن المستقبل، إذا اتفقتوا ما كان مانع أن على الأقل نقرأوا الفاتحة نترحموا على مولاي إسلام بن زيدان. لما هدرت على مولاي إسلام بن زيدان تنظن أن هنا تتبان الأشخاص، تتبان المزايا ديالهم، بالخصوص لما المزايا تكون إنسانية. مولاي إسلام كان راجل متواضع، راجل درس دراسة مهمة، راجل خالط المليك لما كان ولي العهد وقرأ معاه وعاش معاه وكان كتيبه الخاص، أظن أقرب الناس ليلو. لكن مع ذلك بقى كما هو، مثل ما عرفته في فران وأنا صغير هو صغير، مثل ما شفته المرة الأخيرة اللي كنت هنا في الكنيسة نفس الشخص. ما كاين عجرفة، ما كاين تم خزانية الخاوية، الجلابة ما تحت منها الخوة. راجل كانت عنده استقامة، ولهذا إلا ضعت فيه البلاد راه ما ضعتش فيه المكناس. كان عنده حب بلاده وحب ديال المكناس. مع عمري ما جيت بلا ما ياخذني في السياره ديالو ويبكي على ما عملت المسؤولين في هذه المدينه، كيف تسلطوا على التراث من بلاصه الهديم الى ما عملوا في الحيوط ديال جدوده اللي عندهم 56 القرون، وجاو دراري تيلعبوا بالمناير وتيغيروا التاريخ البلاد، تاريخ ما هو شيخ الناس. إسلام بن زيدان كان مشتون بهذه الأمورات، وهذه اللي تقول ماشي قضية سياسية. إلى هنالك إنسان اللي تيحب بلاده، تيحب تاريخه والمجد ديالو، ما تيسمحش الجهال كما كان موقفهم في مجلس بلدية أو في عملاء أو في أي حد وكما كان شخصيهم أن يتمازحوا بقرون التاريخ وهما جهال. لما يتزاد عن ذلك الغش والتلاعب بالاموال ديال الدوله، هذا اكثر واكثر. مازال الاموال تيمكن الانسان يبديها، لكن ما يقدرش يرد الاشياء ديال القرون اللي كانت. مولاي إسلام بن زيدان كان مشطون بهذا، كان معول الملك غادي يدوز، احنا غنقولوا جدا بلاصه الهديم، كيف غنديروا، شكون اللي غادي نعلموا، كيف نوجدوا هذا، كيف يتباد. لولا كانت عندنا محاكم العدل ماشي العدل ديال الاجرام الثقافي والحضاري ديال الجهل. لكن بالاسف هذه الاشياء اللي شفت فيه، واخر مره كنت معاه عطاني كتاب، ها هو ديالو على مكناس. كان بغيت يشوف الكتب كلها اللي السواح دايرين غير كامله، وكان مشروع عنده هذا الكتاب. وهادي 10 سنين وخدام مع ناس اخرين على سوار، باش كل ما كان تاخذه تقول كان هكذا هادي 20 عام، كان هكذا هادي 30 عام، كان هكذا على 10 سنين. وانا اللي هادي 50 عام وانا تنعرف مكناس من صغري، وانا تنمشي كل مره تندوز وتنجي نشوف عدم الاهتمام بالتراث المكناسي والدور الاجرامي لمسؤولين بين قوسين اللي ما تهتموش
بهذا التراث لانهم جهال، وهذه اشياء ما تجهل تنتكلم عليه ما تتعلمش في الكتب. هذا له علاقه بالقيام، له علاقه بالترتيب الانسان اللي بدات يعطي الاهميه وما هي المعاصره، ويجي يتلاعب اشياء. لهذا سمحوا لي، الروح ديال مولاي اسلام بن زيدان هذه اللي كانت طبعا كانت يديرها بادب، كانت يديرها باسلوب لطيف، ماشي بهذا الاسلوب ديالي انا، لكن المقصود هو نفس المقصود. الحكم هو نفس الحكم. ولا يمكن ان نبدا محاضره عن المستقبل الا اذا فهمنا قيمه هذا الماضي، وحقيقه ان مولاي اسلام كان هذا، وهذا شيء مفروغ يعني غير مفروغ به، لان ولد الشيخ الفقيه العلامه سي عبد الرحمن بن زيدان من المؤرخين الكبار، ما بقاولناش مؤرخين هكذا. عندنا مؤرخين تيتلعبوا مع التاريخ معاصرين، وجميع الكليات تقري التاريخ، شبه التاريخ تقري لولا كتاب حل كتاب ديال التاريخ ديال مولاي عبد الرحمن بن زيدان ما عندناش. مشكلتنا في العلام الثالث ان ماضينا ماشي في يدينا، ماضينا كتبوه الاخرين، الغرب كاتبو، ومني تنقراو عليه تنقراو بالعيود الاخرين. اذا احنا عندنا خصنا بعدا نستدكو الماضي ديالنا، الحاضر ما نحضروش فيه، احنا مستعمرين ومستعمرين اكثر من اللي كنا من قبل، وغادي نوري لكم شنو المعنى ديالها. بان اليوم سنة 93 المغرب هذه المدينة بمكناس مستعمرة اكثر من اللي كانت في عام 53. وباستعمار حقيقي. اذا الحاضر ديالنا ما كانش، مستقبلنا مرهون. مستقبلنا كله ليس هنالك مغربي واحد عنده دراسة او قيم مسؤوليته للمستقبل، الا اللي تيستعمل المستقبل بطريقة جريمة بإجرام، وهو باش يتهرب من الحاضر. يقول في عام 2000 غتكون عندنا قدا وقدا من فرش في السبيطارات. شمن دراسة درتي؟ شمن ترتيب درتي لها؟ شمن تكوين؟ شمن ميزانية؟ تجي وتقول هذاك ديموغاجين؟ هذه هي الديموغاجية. المستقبل والدراسات المستقبلية شيء جدي، ماشي التلاعب فوقات الحملات الانتخابية. غندير لكم وغندير لكم. إذا حتى المستقبل ديالنا الواحد اللي درسوا فرنسا، درس المستقبل ديالنا وعندها مخطط له المشاهد ديالها. اسبانيا درس المستقبل ديالنا في الحوت وغيره دار له المشاهد ديالها. امريكا درس المستقبل ديالنا، واهم شيء حنا اللي مستعمرنا واللي دخلنا الفم السبع، وهي البنك الدولي وصندوق النقد اللي تيتحكم في هذه البلاد اكثر من اي مسؤول كما كان في هذه البلاد. اذا شنو بيدينا؟ الماضي ديالنا ماشي ديالنا، خصنا نخدمو ثلاثه المرات، خصنا نمشيو الماضي ديالنا شنو هو، خصنا نشوفو كيف نتحرك في الحاضر ديالنا، خصنا نفكرو في المستقبل ديالنا. هذه ثلاثه الامورات في آن واحد صعيبه جدا، ولكن الثلاثه مرتبطين. كيف غادي يمكن لك تدرس المستقبل ديالك؟ كيف غادي يمكن تقول انا لين غادي الا عرفتي ما عرفتيش منين ماجي؟ وكيف غادي يمكن تقرر لين تمشي الا في الوقت اللي واحدي قدامك جوج البوليسيه حاضرين لك من الغرب تيقول لك هذا ما تتحركش من هنا، هافي خصك تمشي هكذا ولا مشيتي بحالك. سجانا حتى في الاستعمار ما كانش عندنا الضيق. لهذا هذه المحاضره مهديه بما فيها تعجبكم ولا ما تعجبكمش، هذا شيء ثاني. مولاي سلمى بن زيدان الله يرحمه. العنوان سيدي عملنا قلنا المستقبل، الدراسات المستقبليه، وما تتعجبنيش كلمه النظام الدولي الجديد، لان ليس هنالك نظام دولي جديد، هنالك فوضى جديده منظمه من طرف الغرب كما هو، ومن الحضارات اليهودية المسيحية التي لها قراراتها ولها أهدافها ولها مقاصدها. إذن اللي غادي نحاول ندير ونقول لكم شنو هي بعد الدراسات المستقبلية بسرعة، لأن ليس هنالك علم المستقبل، ما يمكنش الإنسان يقول بأنه علم، ماشي حاجة في المختبر، ولكن الدراسات المستقبلية الآن جدية وعندها أساس وتستغل، وبالخصوص في الميدان الاستراتيجي. وحرب الخليج برهن هذا، لان ما صار في حرب الخليج قريته شخصيا في عده معاهد استراتيجيه في واشنطن وفي لندن وفي ستوكهولم، وكله في الكتب موجودين. كانت عده مشاهد، ومشهد من المشاهد لما تحقق حقه. اذا غادي نحاول نبين شنو هي الدراسات المستقبليه، ومن بعد نوجدوا كيف شنو هي بعض الاوضاع فيما يخص الحالة الراهنة في العالم كما هي. لكن المهم عندي هو بالخصيص أن الشبان، وأنا فرحان أن عدد الشبان كثير في هذه القاعة،
انهم يهتموا بهالدراسات المستقبليه. مسؤوليتي الوحيده غادي 30 عام تنجري من قلب العالم الاخر بحال الحمق هو ان تكون هنالك مصداقيه للدراسات المستقبليه. ما كان حتى امن بها. الحمد لله اليوم عندنا مجلس للشباب والمستقبل وعندنا ما كاينش الوزير اللي ما تيعمل شي الدراسه ديالو واش غادي يدير في عام 2000 وبعد العمالات اللي تعمل البرنامج ديال عام 2000 كانت شي ما ديريكتور ديال عام 2000 حتى عام 2000 عام 2000 شعب المستقبل حتى يدرس 7 سنين الحد الادنى في الدراسات المستقبليه هو 15 20 عام اللي تيتكلم على عام 2000 ما تيتكلمش على المستقبل اللي غادي يوقع في عام 2000 تقرر اللي درنا في العشرين الماضيه اللي داز ما يمكنش تغيروا هذا بحال الغرس في عام 2000 غادي تجدي اللي غرستي ما بين عام 70 وعام 90 الى عندك شي تغيير فكر في عام 210 220. اما اللي غادي يطلع في عام 2000 راه مزروع لا يمكن ان يتغير الا بقليل. اذا المهم عندي هو الناس تكون واعيه بخصوص الشبان بما هي اهميه الدراسات المستقبليه. الدراسات المستقبليه بدات حيث ما فكريا في الواقع في فرنسا بمفهوم لا بروسبكتيف، لكن لما ترجعوا للقاموس وتنشوفوا كلمه بروسبكت، بروسبكت اصلها من اليونانيه وهي الطريقه باش تشوف الحاجه. وفي اللغه العربيه عندنا كلمه ومشهوره لان النبي صلى الله عليه وسلم كان كل صباح تيستبصر، والاستبصار هو نفس المعنى ديال بروسبكتيف، هو ماشي تتشوف هو الطريقة باش تتشوف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان تيستبصر يعني تيجلس تيفكر تيشوف شنو تيعمل البرنامج وشنو غادي يمكن يدير شنو المقاصد شنو الامال شنو الرؤية ومنين تيسالي تيتوكل على الله ماشي العكس ماشي نوض توكل على الله على الخوا ماشي اسلام احنا متوكلين على الله. شنو درتي باش توكل على الله؟ عندك برنامج غتوكل على الله؟ واش استبصرتي؟ اذا هذا المفهوم ديال البروسبكتيف والدراسات المستقبليه ماشي اجنبي علينا في المفاهيم، جزء من حضارتنا، جزء من قيامنا، جزء من السنه النبويه. لكن طبعا ليس هنالك علم، وايضا حاجه باش ما يوقع سوء تفاهم، طبعا ملي تنهضر على المستقبل هنالك فرق كبير ما بين المستقبل والغيب. طبعا الغيب لا يعرفه الا الله. الساعه اش غادي يوقع؟ فوقاش غادي يموت الانسان؟ فوقاش غادي توقع شي حاجه؟ طبعا هذا مجال خاص الهي، ليس لنا اي امكانيات باي طريقه في اي وقت وفي اي زمان ان ندخل في هذا الميدان، ماشي على هذا تنهضر. لكن المستقبل الا خديتي القران بنفسه والاحاديث النبويه غتجبر كلمه المستقبل واستقبال الى اخره. ما ندخل لكم في التفاصيل، الناس يهمهم هذا الامر. عامل دراسه مهمه عن الاسلام والمستقبل راها في المنشوره هي الفصل 49 في الكتاب ديالي الحرب الحضاريه الاولى، ما ندخلش في التفاصيل ديالها اللي تيبين العلاقه البتينه ما بين الاسلام والمستقبل. الاسلام جاء للتغيير، جا باش يغير، جا بالديناميكية ديال التغيير اليومي على حسب الظروف. ما جاش بفكرة مجمدة تقليدية. جا بفكرة التغيير. القرآن جاء لكل زمان ولكل مكان. ويجب أن يقرأ كل صباح بطريقة أخرى. من غير اللي تيمس بالأركان. ما غادي يمكن ليش تقرأ بطريقة أخرى. لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ما غادي يمكن ليش يقرا بطريقه اخرى ويقول ما تصومش رمضان. ما غادي يقدرش يقرا بطريقه اخرى ويقول لك صلي ثلاثه د الاوقات ماشي خمسه وجوج د الركعات. لا، هذه امورات لا نقاش فيها، امورات اللي موازنه لها. لكن البقيه كيف غادي يمكن لك تقرا القران غير نعطيكم جوج الامثله؟ كيف غادي يمكن لك تقرا القران غير نعطيكم جوج الامثله؟ خذ في القران عندك السمع والبصر. دائما السماع تيجي قبل البصر. علاش؟ لان التربيه لما تكون تتكون لونير اوبتيك هذاك السماع تيجي قبل البصر عند البصر عند التربيه في كرشمها. ماشي صدفه ان القران هذا الاسبوع اللي داز في تايم ماجازين مجله امريكيه فيه بحث كيف بدات الحياه.
سنعرفوا تاريخيين بأن الكرة الأرضية بدأت هذه 4 مليار ونص سنين، وبأن أول بوليكول يعني حاجة كما هي تكونت هذه 1 مليار سنين. بحق هذا مليار ونص ديال السنين بدأت واحد نوع الحياة اون في اوكانيك. هذه 15 يوم عاد البحث جبر بأن هذه البوليكول اللي ما كانتش حية اتصال ديالها مع الصمصال مع الأرجيل لمدة ذاك الأرجيل صار كاتاليست ولات قضية حية. لما تيقول لك الإنسان جاب الطين، الطين هو الصمصال والأرجيل، هذه قاعدة علمية. واش إنسان فقي من دار الحديث إلى ما قريش العلوم المعاصرة غادي يجي يقدر ليها التفسير؟ غادي يرجع للكتب الصفراء اللي كانت فوختها عندها قيمة لأن كان اجتهاد ذاك الوقت، وما تنقولش بقى عام عدم قيمتها، لها قيمة كجزء الماضي لكن ما نحصلش فيها. وتنقلق عدد الإخوات وعدد الناس المسؤولين في المساجد والأوقاف، تنقل اليوم لا يسمح لأي واحد في مسجد أن يعطي أي درس أو يعطي خطبة الجمعة إلا ما ندوش على الأقل المستوى البكالوريا في العلوم، لأن القرآن كتاب علمي. يعرفوا يجيوا ناس اخرين في ميادين اخرى، الا غادي تحضرني فيما يخص كيف نتوضا ونصلي، كيف نصوم، كيف ندير سيره سيدي راه عندنا ذاك المفتي ولا سميتو اللي تيدوز نهار الجمعه تيشبع الناس. تنسمي هذاك اسلام الحلاقي، هذاك ضحك على الاسلام وعدم اهتمام بالدين الحقيقي وصوره فولكلوريه للجهال. واقول لك مدير اذاعه سابق، ولا اسمح لاي مسؤول كما كان بهذه الاذاعه ان يتلاعب بقيم مثل القيم الاسلاميه لهذه الصوره التي تعطى للشعب. ولما اقول ان القران جاء لكل مكان، جاء للتغيير، وفي ميدان التغيير مثل ما قلت لكم فرقوا، الله يرحم والديكم، ما بين الغيب والمستقبل، فرقوا ما بين البدعه والابداع. البدعه هي اللي جيت قلت لكم صوموا 28 يوم، هذيك بدعة. لكن الإبداع الإسلام جاء للإبداع، الإبداع لينوفاسيون، جاء للخلق، جاء للتنوير، جاء للتفكير، جاء لتحقيق الطموحات، جاء للأمورات الجميلة في الحياة، جاء لجميع الأشياء، جاء للحلم. ولا يمكن أكبر أزمة عندنا في العالم الثالث وبالخصوص في العالم الإسلامي وبالخصوص في العالم العربي، الأزمة ديالنا مبنية على جوج أسس بسيطة. أولا ليس لنا رؤية، وأتحدى أي واحد كما كان في العالم العربي ولا الإفريقي ولا العالم الثالث أن يأتي لي ويقول لها رؤية اون فيزيون. ليس هنالك حلم، ولا يمكن أن يكون هناك الحلم والرؤية إلا بالحرية، وليس لنا الحرية في بلداننا. إنشاء مجالس كما كانت الحرية تطبيقية، ولكن الحرية من جهة أخرى لا تواخذ الإدارة. الحرية لا تعطى، الحرية تؤخذ وتؤدي عليها، والله الواحد يعرف ما هي الأثمان التي تؤدي عليها بها. ولكن هذه في سبيل الله، وهذه كانت تربية جيلنا في إبان المقاومة، والحياة كلها مقاومة. المقاومة جات لكل زمان ولكل مكان، وليس لوقت معين، لكفاح معين. لأن لما استعمار تيجي تعمر استعمار آخر، إذا تخص الإنسان يبقى على يقظة دائما. والحرية ماشي بالكلام، الحرية يدخل كلامك وتأدي عليه. ومن تقول أنا عارف راسي شتنقول، أديت وتتعدى بديك بثنين وبثلاث ومربع وخمس، وماشي الكفاء الله يرحم والديكم فعطبة تكفوا ديروها بنفسكم. ما يجيش عندي شي واحد يقول لي تبارك الله عليك، تقول ما تقول لي تبارك الله عليك، انت بنفسك اللي قال السماء بجمد، قولها إلا متفق معايا، ما تجيش تقولها لي فودي، شقديت بها فودي. الخوف لا خوف إلا بالله، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الخاتم غير الإله. وبهذا يعرف الإسلام، ولهذا عدد المسلمين تقل كل نهار. قلنا سيدي نرجع للدراسات المستقبلية، الشيء أول الذي يلاحظ الإنسان
هي أن 75% في الدراسات المستقبلية اليوم في القطاع العسكري وعند الشركات المتعديات الجنسية. سنة 1970 وأنا بادي في الدراسات المستقبلية جبرت راسي في المعهد في المعرض الدولي العالمي ديال كيوتو. وكان هنالك سوني عملت المعرض ديالها كله غير على الأشياء اللي كانت غتكون في عام 2000 20 عام من قبل. تدخل المعرض لا من البناء المعرض لا من الأصوات لا من الريحة اللي تتشم لا من الأمور إلا الأشياء ديال عام 2000. وفي عام 70 أوساكا سماو مدير عام خاص عنده شغال واحد عنده ميزانية لا حد لها يفكر في المستقبل يدخل اللي يبغى يجي البيرو في العشرة يمشي في ثلاثة يعمل ثلاثة طبور عاطين حرية تامة باش الابتكار والفكر يوقع. الناس فهموا الجيش أكبر دراسات المستقبلية بدات بعقدات دراسات ديال المارينز ديال البنتاغون في أمريكا في عام 46 مع شركة سميتها راند كوربوريشن. بغاو يعرفوا فين العلوم غتوصل بعد 20 سنة فين غتكون الكيمياء فين غتكون الفيزياء فين غادي تكون. الدراسات الاستراتيجية هي اللي تبقى حرب الخليج وغيره في البوسنة وغير ذلك. يعني هذه أشياء اليوم ساري بها العالم إلا عنا بالأسف لأن حتى ملي تنجيو للمستقبل تنعتمدوا على خبراء أجانب لأن طبعا الخبير الأجنبي تيجي وتيسافر لغدا بالحق ذاك الخبراء اللي عند قلب البلاد اللي 20 مرة أحسن من هذاك الأجنبي تيبقاو جنبك مضيقين بك. يقول لك وقلت لك عملنا هذه الدراسة وكنا قلنا القطرة غادي تطيح إلا ما تصوبش قلنا لكم غادي يجي الجفاف وقلنا لكم غادي توصل الماء ديالنا غادي يوصل القلب 10%. شنو درتيو؟ بقيتيو تبنيو البراجات كبار لا شنو غادي يبقاو خاويين تعاود تبنيو البراجات متعوطين وغير ذلك. هذا إذا قال لك مغربي وبقى قدام غادي يقول لك بحق الأجنبي تيجي تتقلب القلب ديالو تتخبو ما تعاودش تفوز ترتاح منه. والله كانت مع راسك مريح شبيكو بين الكفاءة ديال البلاد ديال شي واحد اللي تيعرف قدام سيبو كشي قلت ولا الجهة أخرى كوم سيبيليست ولا يبقى ولا عاود يرجع للخارج اللي الحمد لله تيعرفوا قيمته. الدراسات المستقبلية زيادة عن ذلك شمولية ما تيمكنش تقطعها للطرف تيخصها في نفس الوقت اقتصادية سياسية اجتماعية جغرافية علمية. إذن تطالب عمل ديال الفرقة ما تيمكنش تقول أنا خبير دراسات المستقبل هذا لا يقبل تيخصك تبع فرقة. اليوم تشوفوا الجوائز ديال نوبل ما تتعطاش لشخص واحد سالت ذاك المدة سالت المدة حتى في الكرة ما بقاش كبور وشتوكي ولا عبد السلام ولا بن مبارك بوحدو حتى في الكرة ما كاينش. إذا ما لعبوش الخمسة ديال القدامة كلهم بتوازن ما تتربحش ذاك لو طون دي تينور ديال الزعماء الكبار تتسالى في كل شيء. اليوم إلا ما كانتش المعاملة وما كانتش الخدمة ديال الفرقة وما كانتش الروح التعاون انتهى كل شيء انتهى العلم انتهى المعرفة انتهى التنمية انتهى السياسة. هذا هو التطور الجديد في الحياة وهذا اللي ستفرض عليك الدراسات المستقبلية. لهذا ما تيمكنش الناس يقول لي دائما مصبر دائما مصبر ما عمل غير تيني بحث في هذه البلاد ما عمل الدولي ديال الدراسات المستقبلية ولا بعد الاستراتيجية ولا شيء تسمى في عندنا في الجامعة محمد الخميس اللي ضحك على ضحكة الناس اللي ما نقدرش تصدق فيه لا مصداقية علمية لا أشياء. اسمحوا لي تنظر على شيء داخل كليتي وعندي الحق نتكلم فيه والفضل اللي ما تكونش معاه في حال هذا أحسن ما ندير والو من اللي نديروا الأمور عوجة. إذن فيها شمولية والدراسات المستقبلية فيها جوج المفاهيم الأساسية وتاهي عندنا في الإسلام. المفهوم الأول هو التوقع سكون أبتل الانتيسيباسيون. والتوقع ما هو؟ هو تعاضد في الزمان من سوليداريتي دان لو طون. إذا كنت تعاضد ما بين الناس في الزمان تيكون داك التعاضد في الحاضر وتيكون تعلم المستقبل سا لانتيسيباسيون. وكاين لا بارتيسيباسيون هي المشاركة والمشاركة هي التعاضد في المكان. ولما أتكلم على المشاركة أتكلم على المشاركة ولا على الأشياء المزيفة كما نراها في العالم الثالث بما فيه المغرب. إذن هذه الدراسات المستقبلية مرة أينشتاين سقساه قال له مالك تهتم بالمستقبل؟ قال له تنوي عندي نية وتنوي أننا ندوز بقية حياتي فيه. مالك تهتم بالمستقبل؟ قال له ناوي ندوز بقية حياتي فيه. قالوا كل واحد عنده مستقبل كل واحد عنده تيفكر في ولاده وتيفكر في صديقه قالوا لها من اللي من قبل لها اللي من بعد.
ولكن ما بين الاشياء علاش الدراسات المستقبليه ولات ضروريه اليوم قبل المقبل؟ لان هنالك واحد التطور في التاريخ بواحد السرعه لم نعرف مثيلها. فلنعطيكم غير مثال. الان بعض الاحصائيات، كل سنه تطبع 2 مليون ديال المقالات العلميه في العالم. 2 مليون ديال المقالات العلميه محضه في 60,000 مجله مختصه، هي 5500 مقال في النهار، وهي مقال علمي ينشر كل 4 دقائق. هذا الوقت اللي غتضيعوا معايا مضيعين وقتكم فيه كان يمكن لكم تقراوا 250 مقال علمي اللي صدر مثلا في ساعه. كيف غادي يمكن تتبع؟ كيف بغيتي الاطباء ديالنا والمهندسين ديالنا اللي تيجيو تجلسوا على راسهم واللي تيدخل في البيع والشراء واللي تيعمل مشاريع واللي تيولي مندوب تيتقدم للانتخابات واللي تيقول كيف بغيتي يتبع هذه المعرفه ويبقى عالم ولا يبقى طبيب؟ تيولي خطير. انما ما تبعش الواقع. تيولي خطير كطبيب اللي ما كل عام ما تيرجعش على الاقل شهر يعرف شنو وقع، خطير على الانسانيه. وتتكلم صراحه، مهندس اللي ما عرفش ديال التطورات الاخيره خطير. مهندس اللي تيبقى لي مدير عام او بي دي جي في شركه 10 سنين انتهى امره، ما يبقاش يكون لي مهندس. وحتى يحارب المهندس الحقيقي اللي عاد خرج وعنده 30 عام. لان عنده مركب تيعرفو تيعرف اكثر منه. اذا تيحاربو باش يمشي يلعبو ويرجع للخارج، والحمد لله على الخارج. في العالم الله يخليك غير بلا كفه، نشوف الله يخليكم غير بلا كفه، ما عندي حتى نعرف الاحساس ديالكم، وجودكم كافي والقاعة سخونة وحاس بها غير لا تعدو باش يخليو الطاقة ديالكم في يديكم. اليوم راه عندنا ازمة ديال الطاقة. كل سنة يعني بعض الناس تشوف ما عجبهمش كلامي، يعني راه حرين اللي بغى يخرج يخرج، ما عندي حتى مانع. كل سنة تزداد 40,000 كلمة علمية. أكبر قاموس فرنسي أو عربي ما فيهش 40,000 كلمة. كيف غادي تتبع وتعرف 40,000 كلمة جديدة اللي دخلت في اللغة العلمية؟ إذا ما كفاكمش هذه الأمور، شنو هو التطور العلمي؟ وهو هذا أورديناتور عام 61 شركة تاتشتاون دلتا خرجت حاسوب تعمل 8.6 مليار العمليات الحسابية ثانية، 8.6 مليار دوبيراسيون سكوند. معلوم داك الحاسوب تيسوى 20 مليون دولار. العام اللي داز وصلوا ل 10 مليار ديال العمليات الحاسوبية في الثانية. تقول لي نتذكر مع مسؤولين في العالم الثالث اللي دماغه مازال خدام على الاسلوب ديال عام 14، اللي 4 ساعات من تيجي نكتب على التاريخ من الناس شبه سرعة تيدور بخو ولا غادي يخدم، لكن غادي تعامل مع العالم كما هو. هذا واقع، هذه ماشي امور خيالية اللي تتكلمكم عليها. وطبعا هنالك شيء اخر، وقلنا ان المشاكل زادت تتعقد وتتعقد وتتعقد، وهذا شيء اللي متوافقين عليه جميع الناس في الدراسات المستقبلية. تقول غتدخل القرن 21 ما غادي يمكنش سير وتسير القرن 21 مؤسسات القرن 18 والقرن 19. ولما تتكلم على مؤسسات القرن 18 والقرن 19 بما فيهم البرلمان، بما فيهم المجلس الاعلى للقياده، بما فيهم هذه المؤسسات اللي جات في القرن 18 والقرن 19 لكي تحل مشاكل آلية في ذاك الوقت. اليوم العالم محتاج مؤسسات اخرى تماما. محتاج بحكومات اللي ماشي فيها وزير الفلاحه وزير الصحه وزير ما يمكنكش تقطعها. لان وزير الصحه بلا ما يعرف المشاكل ديالو ماشي عنده، المشاكل ديال وزير الصحه 80 فيهم عن وزير الاشغال العموميه. لان عطي لنا الناس نضيف 80% ديال الامراض ترخص. وغير ذلك، هذا ماشي استنتاج ديالي، هذا استنتاج عالمي. زمان كنت اذا تحتاج تنتخب واحد النايب يمشي يدوب عليك، لان ما كانش الناس يمكن لك تحرك. خاصها تمشي على الحمار ولا على البغل ولا على العاود ولا بهذا. في الزمان هذا كنت البرلمان والمفهوم ديالو. لدرجه ان في امريكا الرئيس الامريكي الجديد ملي انتخب ما تيمشيش ياخذ المكان ديالو حتى من بعد شهر ونص. علاش؟ لان في الوقت اللي انتخب اول رئيس امريكي واشنطن كانوا يحسبوش دي اطول محل اطول وقت يمكن لشي واحد الا مثلا انتخب في الباسيفيك شحال خصو يلبس باش يوصل لواشنطن، فتيخصو 6 الاسابيع. قالوا 6 الاسابيع من بعد انتخب الرئيس عاد ياخذ الحكم. بقاو عليها ولو الاشياء تطورت
هذه من الامورات يعني اللي تضحك. اذا امريكا تبقى 6 اسابيع وهي اول قوات تنتظر ما يجي الرئيس الجديد، حتى عنده 6 اسابيع باش يجمع حويجاته ويجمع اموراته ووليداته ويجي. اذا هذه المؤسسات اللي كانت عندنا في الماضي لعبت واحد الدور ديالها، ولكن ما عندناش الناس اللي عندهم الخلق والابداع والرؤيه اللي كانت عند الناس اللي خلقوا المؤسسات ديال القرن 18 والقرن 19. ما عندناش الناس اللي عندهم الذكاء اللي ديال اللي كتبوا داك الكتب الصفر في ذاك الوقت اللي نوضوا يكتبوهم اليوم، لان كانوا تيجتهدوا ماشي تيعيشوا غير على ما فعلوا الناس اللي قبل منهم. وإلا استدى بعض باش طول دابا هذه الساعة ولا تنهضر شو شحال مقال علمي خرج. دابا غادي نشوفوا شنو رأي التصوير ديال بعض الكلام اللي تنقولوا هنا باش نكونوا واقعيين. أنا وقع لي بعام 73 كتب كتاب على الأمم المتحدة، وعليها خرجت عام 76 من النظام كله، سامحت فيه فيما فيه من رطرات، وخديت 90% ضعت في الأجرة ديالي وسامحت فيه، لأن شفت أن القيام علاش نبني نظام الأمم المتحدة غادي هو غادي هو خدام للقيام اليهودية المسيحية بعلم، وخا كان بين يدي الإطار الثقافي للعالم كله والعلوم الاجتماعية للعالم كله، حاول عفس راسي بوحدي. وبالأسف اللي كنت تنجبل كعراقيل ماشي هو الغرب، هو هادوك اللي في الحكومات البلدان العالم الثالث هما اللي عاجبهم ذاك الغرب، وهما اللي منهم اللي يطيروا وينزلوا وخا تبغي بيعاه باقيين، لأن عارفين ما كاينش اللي غادي يحميهم بحالو، وإلا مشى غادي يمشيو بحالو، وهادشي اللي غادي يوقع في المستقبل. إذا عندك هذه القضية ديال القيام، وقلت أن نظام الأمم المتحدة دي عام 73 هذه 20 عام، أن نظام الأمم المتحدة انتهى لسبب واحد، لأن اللي تنسمي وحدة في الإسلام المقاصد لي فيناليتي أون فيلوزوفي مابقى عنده مقصود، ولا آلة تحاول يحل هذا المشكل وتنسف هذه وصف جيوش نوعية، لكن مابقات عنده رؤية، مابقاتش الرؤية اللي كانت عندها حتى في آخر الخمسينات وفي الستينات ديال الأمم المتحدة اللي غتجيب تحرير الدول كذا كذا شيء. بالعكس الأمم المتحدة بدات استعمار جديد اللي مشات واحتلت الكونغو، والصومال أكبر استعمار يوجد اليوم، أكبر استعمار هو اليوم موجود في الصومال، لا فرق ما بينه وبين البوسنة وماصر في العراق. وشكون اللي قايم به؟ الأمم المتحدة. إذا هذه القيام، علاش غنجيكم على القيام؟ في عام 78 كان أول مؤتمر شمال جنوب، عملت واحد الكلمة فيما يخص أهم مشكلة سياسية في العلاقات شمال جنوب، قلت هو الاتصال الثقافي والحضاري. علاش؟ لأن ما تتفهموش، ولأن الشمال تنس بواحد الطبقة رباها على يديه، منين تيهضر معاها بحال البراية تيشوف راسو، تعلمت مزيان تيقول لها فولتير تقول له فولتير، تيقول لها موليير تقول لها موليير، تيقول له تشرب الفلان الفلاني العام 93 تيقول له معاك الحق، ماشي هذا تاع عام 91 مزيان، وما تابعين يعني يحفظوا، تقول له على الوداد الفرنسا يقولوا لك، تقول له مع التاريخ ديالهم يقولوا لك، على المتحف ديالهم شوف يلقاو لك. انا ماشي ضد، انا نفسي نص حياتي مدوسها في الخارج في الغرب، لكن انت تنتظر شي نهار من ذاك الغرب يعمل محاوله لجهدك يفهمك تعلم الكلمه ديالك. وهذه تذكر الانسان في وقت دكتا كانت يقولها في العشرينات على سفير انجليزي كان في السعوديه، ورجع من بعد 20 عام وقالوا له كيف كنتي تذكر معاهم تعلمتي العربيه؟ قال لهم لا. قال له كيف درتي؟ قال لهم كلهم تعلموا الانجليزيه. وهذا هو الموقف ديالهم جهل فيما يخص الحضارة الاخرى. وقلت لهم حداو راسكم في الشمال الجنوب، راه اكبر قنبله تنتظركم راه هي حضاريه وثقافيه، لان ما تعبيوش على ذاك بابو غيولات اللي كونتيه بحال لي سانغور ولي وفويت بواني واللي بورقيبا ولا اللي بن علي ولا الكافي اللي في الجزائر ولا ذاك الفوتوكوبي قبيحة الفرنسيس، يعني هذوك ما تعبيش عليهم. راه هناك واحد الانفصال كبير ما بينهم وبين في الحكومات والشعب الحقيقي، وهذه نحكيها لكم ماشي نكته حقيقيه في مكناس عام 53 هذا الشهر هذا سبتمبر ولا اكتوبر اللي مكناسيين القدام يمكن يعقلوا عليها. كان الريزيدان جينيرال نسيت شكون قيوم ولا شي واحد وجا لمكناس وشي عالم ولا شي فقيه بشي جامع مسكين داخل سوق راسو مشى للبلديه ومشى على الباشا والو بغيت تشوف المقيم معاه ما سيديش كاين والو بغيت تشوف المقيم معاه بقى تضحك. وهذه واقعيه حقيقيه، وشاف الخرب حتوب المخابرات غادي يدير غادي يعمل، حتى في ذاك الوقت كان المخابرات راه ماشي اليوم، وكان بقى متبعينهم بصوبينا في الخرج داروا له قالوا لي شوفوا منين شاف المقيم العام قال المقيم العام
قالوا لي جيتي تشوف، قلت له قال له جيت تقول لك يمكن لكم تمشي بحالكم. كيفاش نمشي بحالكم؟ سيروا بحالكم، راك بربي الواحد اللي جاي غادي يطلع غادي يدير احسن منكم، علاش غتبقاو هنا معذبين؟ ربيتي ورا واحد الجيل غادي يطلع زرعتي راه غادي يطلع واحد الشيء اللي غادي يدافع على الامورات ديالكم اللي ما تقدروش تدافعوا عليه بحالي. هذا هو اللي حصل، وهذا هو اللي تنسمي ما بعد الاستعمار، وغنجيلو في الاخير. اذا تنرجع لهذ القضيه ديال القيام وديال الامورات الحضاريه، وعلاش راجع بالتاريخ من مواقفي من عام 73. عام 76 خرج من الامم المتحده، عام 78 خديت هذا الموقف لا سوسيتي انترناسيونال ديفلوبمون واستقلت منها العام اللي من بعد. عام 79 عملت تقرير لنادي روما من المهدي الى اللحد، يعني لحد دون فيليب دافرونك، عاود الحيط على القيام وان لا يمكن ان تبقى هنالك هيمنه الا بالقيام اليهوديه المسيحيه. وفي عام 80 عاوتاني استقليت من نادي روما. في عام 91، في عام 89، عام 89 في اليابان في برنامج تلفزي ما بين 98 فيه كثير 41 مليون ديال المشاهدين، نقاش بيني وجان جاك سيربان شرايبر، توقعت قلت الحروب المستقبل في المستقبل ستكون حروب حضاريه فقط. توقعت قلت الحروب المستقبل في المستقبل ستكون حروب حضاريه فقط، واساس الحروب والمواجهات في المستقبل ليست ماليه ولا تجاريه ولا اقتصاديه ولا صناعيه ولا فلاحيه ولا عسكريه. هذه وفي مارس 91 كانت هنا واحد الوفد ديال الجرائد الصحفيين في التلفازة وغير ذلك في وقت حرب الخليج تيتصلوا بيا، وجا مراسل ديال دير سبيغل، دير سبيغل جريدة ألمانية بعدد الملايين. ومن بعد اللقاء معايا قلت لهم هذه أول حرب حضارية عالمية، دير سبيغل عملها كعنوان كبير، من هاجني الفكرة ديال الحرب الحضارية كعنوان، قلت هادو فهموا شنو ماشي. دابا ما هو العلاقة بين هادشي اللي وصفتكم والدراسات المستقبلية؟ ها هو أهم مجلة سياسية في أمريكا تسمى فورين أفيرز، فورين أفيرز هي الشؤون الخارجية، تتنشر ومعروفة أن هي يعني تتكلم باسم الوزارة الخارجية الأمريكية. أول مقال في العدد ديال الصيف ديال 93، يعني الصيف 93 هذه شهر، خرج مقال كاتبو شكون؟ سامويل هانتينغتون. سامويل هانتينغتون هو مدير مؤسسة الدراسات المستقبلية في هارفارد. هارفارد هي أكبر جامعة أمريكية، وأهم عمل فيها هو الدراسات الاستراتيجية. والسي هانتينغتون في عام 93، أنا جبت لكم عام 73، 78، 79، 89، 91 كتابي. والسي هاتينغتون تقول العنوان كتابه أولا هو The Clash of Civilization، تطاحن الحضارات. وتقول في الصفحة الأولى الفكرة ديالي مون هيبوتيز هو أن، اسمح لي تترجم من الإنجليزية، أن المصدر الأساسي ديال المواجهات في العالم الجديد ليس إيديولوجي ولا اقتصادي. أهم انقسام في الإنسانية وأهم سبب للمواجهات سيكون كلتشر حضاري. هذا هانتينغتون معلوم دابا قالها أمريكي، وتعتبر بأنه هو اللي اخترع وجبر هذه الفكرة. وهذا رجع من بعد شنو تقترح نظرا للتغيير اللي صار أساسي في العالم. اليوم المطاحنة حضارية وليس في شيء اخر، والشعوب فهمت هذه، الشعوب فهمت هذه، تسمى متطرفه، تسمى اللي بغات فهمت انها خصها تدافع على راسها باي وسيله كانت. هذا هجوم. البارح 43 واحد ذبحوا بدقه واحده في كرواسيا، ما تحرك حتى واحد، ثلاثه الفرنساويين تافهين في جهه العالم مقلوب. اذا هذا تنوي لكم العلاقه ما بين توقع ان تدخل حضي راه العنصر الحضاري غادي يولي مهم، و20 عام من بعد تيجيك امريكي تكتب فورين افيرز وتبارك الله عليه تيوصل لنفس النتيجه. طبعا هو الدراسات الاستراتيجيه. ناخذ قضيه فكره وعندها علاقه بالعهد القدس، القضيه الروحانيه. الدراسات المستقبليه ما تجيش وتنجل الحاجه، تيكون تيتسمى واحد التيار اون توندونس لور، بحال الفلاح تينوض في الصباح
في عارفة غصب تشتاو ولا لا. قبل ما ينعس تنشوف إذا الشمس جمرت كان يعاول غادي يمشي ولا لا. تعرف هنالك إشارات تتحرك واحد الريح تتعرف إن الشتاء ماجية. تسمع الرعاة تتعرف شنو تبعو. هادو هما الإشارات اللي الإنسان في الدراسة المستقبلية تيكون متوقعهم متبعهم باش يعرف شنو يدير. ماشي تسنى تطيح الشتاء غادي يمشي يجيب المظل. يخرج ساعة الأولى بالمظل. ما ينتظرش يدير راسو مع الحيط غادي يقول هذا حيط. وفي الدول المتخلفة بحالنا والعالم الثالث تنتسناو حتى تنزل الأزمة حتى نحلوها. عندنا أزمة ديما دابا ومنين تجي الأزمة نحلوها. هذه 10 سنين وحنا عارفين غنوصلوا لهذ الأزمة. خطوا لها ديروا لها شي حاجة لا حتى تنزل ويحل الله ونحلوها. هذا هو التخلف وليس في أشياء أخرى. وهذه أهمية الدراسات المستقبلية. إذا قلت لك الأشياء الروحانية ناخذ لكم غير فقرة. عام 80-81 في تونس عملت محاضرة عن المغرب سنة 2000 وتوزعت وتكتبت وراها هي في هذا الكتاب. أنا نقرا لكم غير فصل منها. هاد الساعة ما كاين لا إسلاميين ولا انتيغريست ولا فوندامنتاليست ولا لي باربو ولا لي رازي ولا تبارك الله الفوكابيلير كله اللي اختار عندنا الغرب. في عام 81 تنقول صح لي ما عنديش الضوء هنا ولكن قلت ولقد كنت أعود بكيفية ملحة إلى أهمية البعد الثقافي وأنظمة القيام لفالور من تنمية المنطقة طبعا المغرب. وبديهي أن الإسلام كقوة للتغيير والإبداع سيلعب دورا طالعيا في هذا التطور. نظر على المغرب هذه 20-12 عام. وإذا هناك عودة إلى الروحانيات خاصة عند الشباب 80% من الناس في الكليات ديالنا وفي الأمور ديالنا راجعين للروحانيات. تنتكلم على الناس اللي تنعرف بقى يعودوا لكم الأحزاب ولا الشبيبات ولا هذا ديال أي حزب كما كان شنو عندهم الداخلية عارفة شي أحسن مني أحسن منكم. إلى الروحانيات خاصة عند الشباب الذي أصابه اليأس من جراء سلوك منهم أكبر منه سنا والذين لم يكونوا في مستوى الإعطاء نموذج أو على الأقل قدوة ملائمة في السلوك منسجمة ومحترمة. وطبيعي أن يرجع الشباب إلى الينابيع للعثور على إنماط التي تقود خطوته. هذو الناس التي نعم تشوفوا ما قالوا بأمال ما من غادي يقبطوا. شكون هو النموذج؟ شكون اللي يبغي يكون بحالو؟ تعب بلاتي حبلو هذو والحاجة كلهم كلها ودي ما تكونش بحالي. أنا شو شطرابية وشنو وليت؟ إذن هذا الرجوع الروحاني وتنزيد هذا مكتوب هذا الدراسات المستقبلية فيها شيء. الله يرحم بيرتراند جوفنال قال لي شوف راه أصعب حاجة هي الدراسات المستقبلية. علاش؟ ما يمكن تجي تكون في الإحصاء وتقول يعني احنا وصلنا الدرهم دار كذا احنا عملنا ويحق في الدراسات المستقبلية تتكتب. تقول لنا في الدراسة عام 90 غادي يكون وعام 2000 غادي يكون 10 سنين بس المؤشرات ناجح حققوا الغلط ديالي 5%. توقعتي شي حاجة غادي يجي الوقت اللي غادي تبين كان التوقع ديالك كان حق ولا وما ناشي عندي قوة ديال النبوءة استغفر الله العظيم اللي تنبغي نبرهن بهذا الشيء اللي تنقول لكم راه عباد الله راه هذه علوم راه هذه تتدرس انسان تيهرس عليها ستالو تيسافر عليها من قد العالم لقد المعالم تيعمل يدو على وثائق اللي ما غاتجبرهاش في الكليات ديالنا تم دابا 10 سنين اللي عرفوا قيمتها. ما عندناش فلوس عندنا فلوس الحفلات ما عندناش فلوس الكتب. ونزيدكم الفقرة الثانية اللي مكتوبة تعبتوني وتنعاود نأيد راه أحسن حاجة تتعجبني أنا في المحاضرة وتتوقع لي ومن شي حد تيتقلق ما يعجبوش شحال وتيخرج راه تيدخل عليا واحد ما تصوروش واحد حقيقة والله تنرتاح لأن تنحس بعض الناس مضيقين بلا ما نشوفهم هذا بحال اللي تعمل مسرحية تتحس بأن كاين كهرباء وتضيق به اللي تتخرج تترتاح وما بديش الله غالب. نزيدكم الفقرة الثانية اللي مكتوبة عام 81 إن المستقبل الممكن والمنشود ونحن بصداده يتركز أساسا على تجديد الإسلام إسلام الاجتهاد وليس إسلام التقليد الذي كان وراء سقوط حضارة وابتعاد تدريجيا عن مهمة الخلق والإبداع الذين أوصلهم المسلمون إلى يوم أعلن فيه بعض الفقهاء جزفاء إغلاق باب الاجتهاد. إن الإسلام دين متفتح يترك للفرد مبادرة كبرى وحرية
في التكييف والتغيير والتوقع والتحولات. فلو أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يتوقعوا المستقبلية في فجر الإسلام فلما كان هناك اليوم مليار من المسلمين. هذه كلام مكتوبة دي عام 82 81 تتشوف السحاب ما جي، لكن فعاوز ما تاخذ معي ذاك الاعتبار السحاب، فعاوز مشيل السباب ديال هاد القوة الروحية اللي جا لا حاربتيها. اش درتي ملي تحاربها؟ تزيد عاد تقويها، تزيد عاد تشعل فيها العافية، تزيد عاد تردد مع الحق، تجي معك تفاوض معك بحرية. قلتي الحرية، بغينا الحرية، بغيتي الديمقراطية احنا سيدي الديمقراطية، بغيتي الانتخاب احنا سيدي الانتخاب. لا في تونس تعمل حزب واحد وتقدم راسي. سي مبارك جاب 99.39%. تجمع الصحفيين والحاجة الواحدة اللي كاينة اليوم في الوحدة العربية والتنسيق ما بين وزراء ديال الأمن والبوليس، بالخصوص ما بين الجزائر وتونس ومصر. هذا مش خدامي، كل نصف الوحدة العربية في ميادين أخرى بحال اللي كاينة بالحق. طبعا فهادشي تيتعاونوا مع الموساد ومع الأمريكانيين ومع المخابرات الفرنسية، اللي فان شاف شي واحد قال الله أكبر صافي تسجل. الو من يدخل لهذا الخوف هذا، انت اللي تدفع الناس لهذه الحيثيه. جيت سيدي مفتوح، جيت عندك انا تنطلب، ياك انا عندي الحق. كل واحد تقول له حريه، عندكم احزاب سياسي، علاش انا ما نكونوش؟ علاش انا ما نتقدمش؟ ومنين نتقدم وننجح في الانتخابات نقول للدفاع عن الحريه تمنع الحريه ديال التصويت. وهذا هو المنطق. وشكون اللي تاكلها لي؟ عسكري قماره شفره 27 مليار دولار بجيبو، ديكتاتورية فاشيستية. وعندي حق نقولها لأن أنا غير الجزائري الوحيد اللي عنده لكارت مجاهد ديال الجزائر. دابز معايا الحاج أحمد بلافرش ملي كنت تتكلم باسم الجبهة التحرير في أمريكا وفهذا، ومسكت أي واحد فيهم اللي يقول لي ما عندك الحق الداخل في الجزائر. عندي الحق الداخل فيها. ملي كنت وسط حرب وانا تناخذ يعني الامور بيدي وخطر على حياتي وانت تتكلم بيش الجزائر، عندي الحق. واليوم ما عنديش حق، عندي الحق. انا ما تنامنش بالحدود، انا تنامن المغرب عربي غادي يكون يوم في الايام. الحدود ما هياش في الاسلام. انا ما تنامنش بالحدود، انا تنامن المغرب عربي غادي يكون يوم في الايام. الحدود ما هياش في الاسلام. نخلي لكم هذه، غنخد مثال اخر ما نطولش. هذه خديت اهميه الروحانيات وعطيتكم مثال وما نحتاجش ندخل في التفاصيل، راه داير بكم شنو وقع. حاجه اخرى تكلمت عليها في برنامج 20 جوان تبالي، لي دوسيي د ليكران في فرنسا، ماشي باش نقول نفسي رقم قياسي، لو ستاندار اسوتي في اس في بي، كانت لا بروشين ديسيني. تكلمت لا الناس كلها المنجر احمق تقريبا يعني، مازال تيقولوها اليوم والله الا الله يجعلهم يبقاو تيامنوها، لان على الاقل يمكن اللي سيدوز عدد الامور مع الحمق. تنقول اودي راه دخلنا دي روبتور، راه المواجهات غتكثر، راه اش غادي يوقع؟ راه الفجوه ما بين الحكومات والشعوب راه غتزيد وتزيد، راه الفجوه ما بين الغني والفقير غادي تزيد وتزيد الا وقع الا وقع الا وقع. الناس كلها مصوبه، اي واحد اللي عنده يشوفها اليوم. وكتبوا لي من الاذاعه بنفسهم التلفازه وغيرهم الناس اللي تطلب المسامحه، وحقيقه ما كناش متوقعين هذه الامور تقع. هالكاسيت موجوده وهالوضعيه في العالم تتشوفوها. جات حاجه اخرى بسيطه عاد البارح وميتيران تيهضر عليها. كتبت في الحرب الحضاريه في مارس 91 صفحه 152، سمحوا لي هذا علاش عندي الطويه اللي تذكرني. النهار والبارح ميتيران فلور دو لا فيريتي، ساعة الحقيقة، على الأقل كاين برامج فيهم ساعة الحقيقة، يعني بقية الساعات كلهم الكذوب. هذيك ساعة الحقيقة قال، تيتكلم على الكاد والمفاوضات التجارية، وقال جو سوي كونتر لو ديكتات دي زيتازوني. أي يا وليدي كونتر لو ديكتات دي زيتازوني اليوم. فين كنت فيفريي 91؟ منين جاك الديكتات الحقيقي؟ وأنت عندك مشروع متفق فيه، وبيزاني تيتفاوض فيه في جنيف، ورجع الوزير الخارجيه الامريكيه وقف في المطار قال لك سيت وزير الخارجيه ديالك، قال لك الا مشيتي تتبعتي ما غاتبقاش عندك المنصب ديال مندوب دائم في مجلس الامن، وقلتي الله يبارك في عبرسيتي ورجعتي على اموراتك. هي الديكتات هذا اليوم حسيتي به. وانا في عام 91 كلام ميتيران ما تسنيش عام 93. وغادي نقول لكم ها هما جوج فقرات بسيطه في الصفحه 52. قالت ولعل، لان عطيت التفاسير علاش امريكا لازم تدخل في الحرب، لان امورات اقتصاديه.
ولعل هذه التخوفات الأمريكية تبرز ما حصل خلال المفاوضات المعروفة بالجات حول التجارة الدولية التي كان يتوقع أن تنتهي إلى اتفاق مشترك في اجتماع انعقد خلال فترة أزمة الخليج. كان اتفاق واجد على الجات في الوقت اللي جاء حرب الخليج، وبالأسباب علاش قلت غادي يكون حرب الخليج، لأن أمريكا محتاجة بحرب الخليج باش تقوي الموقف ديالها وبداك الساعة تفرض نفسها في الجات. هاي مكتوبة في عام 90. ما كفاش هذا، حالي من بعد تقول غير أن أمور جديدة بدأت تظهر على الساحة، ذلك أن أكبر ضحايا في هذه الحرب كما وكيف هي أوروبا. هذاك السعادي فيفريي 91 مشات أوروبا، مشات الوحدة الفلوس، مشات الوحدة قبل سنة 2000، مشات الوحدة النقد، مشات الوحدة العسكرية، مشى كل شيء. واللي تبع الأمورات راه شافوا تاميتيران نص ديال الاستجواب كان مع على قضية أوروبا والناس بيأسة تماما على ما فيها. ضحية في هذه الحرب كما وكيف هي أوروبا وبالخصوص دول الشرق الأوسط وزايد وداخل أوروبا كانت فرنسا الأكثر تضررا. يا مسيح هاش كل غادي يضيع أكثر هو فرنسا. هاجة سيميتيران والبارح تيقولها. نعطيكم مثال آخر، إلتسين وغورباتشيف واللي صار مع الغرب. الحرب الحضارية صحات 138 هذه ماشي قضية ديال شوافة. تنقول هناك في التاريخ سوابق من هذا النوع، لأن تنقول داك الساعات يقولوا تظنوا بأن الاتحاد السوفيتي غادي يدخل غادي يعمل غادي يعاون. قلت بأن ما بقاش داكشي اللي كان فوق السويس وفي عام 58. وتنجيد هل غورباتشيف مستعد للدفاع عن مبادرة أو مشروعة؟ أم هل هو مجرد سيناريو ليبرهن على أنه مستقل عن أمريكا ثم يغير مواقفه؟ وهذه الجملة هي مزيودة، المقال هذا صدر في الخبر وفي العالم 24 فبراير عام 91. ولا يجب أن ننسى أن هناك منافسة كبيرة لغورباتشوف. هو إلتسين الذي طلب من غورباتشوف الاستقالة، ولا يستبعد أن يكون هذا الطلب مرتبطا بحسابات غربية وأمريكية بالخصوص حتى لا يلعب غورباتشوف دورا مهما مخالفا للإدارة الغربية. هذا الشيء اللي وقع، وها غورباتشوف طار وهالأمريكانين جابوا إلتسين، وراه تشوفوا الديمقراطية التاوية ديالو تعالي تعلمها من الجزائر بالأطناك ودخل في البرلمانات، يعني خدا دروس من الجيش. طبعا أن كان تعاون كبير ما بين الجيش الجزائري والجيش الروسي، وهنا عندنا برهان ديالو. هذه أمور التوقع. نزيد قضية على الجزائر وفلسطين، وهذه غنوقف لنا كلها. عام فتاك نفسك العام، هذه مكتوبة في كتاب. قلت تنخشى على أربعة دول. أخشى على الجزائر، أنا الجزائر كنت تنخشى عليها لأن بلاد أكثر من ديالي. أني خب عليها كنجوز المغرب وكان حتى من أجلها. ودازت على تجربة ديمقراطية حقيقية. وواجهت مشاكل كما هي، وجبرت فيها حرية اللي ما جبرتها في بلاد أخرى في ذاك المدة اللي كان. وكان غتكون تجربة حقيقية ديال ديمقراطية ديال عدم فعاود بنصلوه لواحد العنف، فعاود بنصلوه لواحد الاسلام ضيق كان على طريقته غادي يوقع واحد التفتح. الغرب ما قبلش، فرنسا ما قبلتش، الجيش ما قبلش 30 عام وجالس تياكل وتيشرب وتيتجر فلوس الدوله. كيف بغيتي من نهار الاخر على واحد السيد بكرش خليه مع راسه معلوم ما يبغيش التغيير؟ اذا قلت اخشى وهي موجوده هنا، اخشى على الجزائر انتم باش تيوقع، وقلت اخشى على المنظمه الفلسطينيه. وهذه ست شهور سي أبو مروان قلت لي لا عندك شي دور، قلت سي عرفات يستقل والجزائر والفلسطين حتى هي تضرني. من 40 عام الدفاع على فلسطين وعندي الحق نتكلم فيها. إن في مستقبلنا كما رأيناه أنا تنعتبر راسي كمغربي ما يمكنليش نقول نستقل ما دام فلسطين ما تحررتش وإفريقيا السوداء ما تحررتش، لأن هادو رموز ما دام هناك علامة أن العالم لا زال عنده يسيطر علينا بطرق أخرى. هذا رأيي، هذه مفهومي للتحرر الحقيقي. إذا لما تتكلم عن فلسطين ما تتكلمش عن المشاكل الفلسطينية الفلسطينية، لكن القضية الفلسطينية ما هماش الفلسطينيين، تفهم أكثر خصوصا إذا زدنا القدس وزدنا أمور أخرى. إنجيل هذا النهاية، توقع الحرب 25 سبتمبر عام 90 استجواب مع راديو فرنسا انترناسيونال، قلت سيكون هنالك حرب.
سرق الصديق ديالي سي محمد الجابري كتب اليوم السابع، وكاين جوج عند الناس، كاين شكل الناس اللي ما باغيش الحرب وتيقولوا غادي يكون الحرب بحال المنجره، يعني ما كانش بالسوم توقع. يا سيدي شكون اللي قال لك انا ما بغيش الحرب ولا باغي الحرب؟ انا عملت تحليل علمي تقول لماذا غادي يكون الحرب؟ ما كانش ممكن ما يكونش الحرب، والباقي الوقت كان ضايع، صار الحرب لان المؤشرات كانت كلها تما. واخيرا قول بعض الاشياء اخرى، نقرب للساعه ونقف. جريدة الخضراء طاروا لهم السفارات ديال داك البرزز ديال الخليج ديال الامارات وديال السعوديه وديال قطر وديال البحرين ديال هذا. قلت جريدة الخضراء طنجة منشورة بعد ما قلت ان اكبر خيانة في تاريخ العرب والاسلام، جد وقلت بان سنرى الافلاس، والحمد لله هو ما جيت داك الدول. ها هو سيدي اعطيكم الارقام، فهم 84 المخازن ديال السعودية كان فيها 121 مليار، هبطت لك 7 مليار. اللهم لك الحمد، الفلوس كلهم مشاو للغرب ومشاو في عدد الامورات بالاسلحه اللي ما عمرها ما غتستعمل. هاو الا تستعملت غتستعمل ضد العرب. من 21 مليار في عام 84 هبطت 7 مليار. افلاس اخر. اليوم هاد الدول الخليج الحمد لله فلوسهم غادي يوقفوا. كاين شي اللي اخرنا قد المساعده اللي جات تما. انا ضد المساعده كما كانت من اي بلاد، تنحرها حياتي كلها لان تنعرف السم اللي فيها وعدم الاعتماد على النفس. اليوم اللهم لك الحمد والله يزيدها، الديون ديال الدول الخليجيه وصلت ل 93 مليار دولار. المغرب كله بسطع اللي عندنا 25، الجزائر 25، زيد عليه هذا شحال خصك من دوله عربيه تجمع باش توصل الدين اللي عليهم، ومازال غادي يزيدوا بربي بالدين. ماشي الدين بالاسلام لا اله الا الله، في الدين بالحساب احمر. لان هنالك حق، هنالك حق، ومن خان الاسلام كما كان سيؤدي عليه بطريقة أو أخرى. غنقف هنا لأن حقيقة يمكننا عندكم مثل المناقشة، كاين عدة مشاكل أخرى طبعا ما دخلت لهاش، لكن شرط لها الطرق. إلا بديت تقول لكم هي الخريطة، ها هي، ها خريطة، آخر خريطة هي النزاعات العالمية. المشتي والحمر نزاع عالمي، الثلثين في بلدان مسلمة ومسلمة فقط. أعطيكم لائحة: العراق، بوسنيا، الصومال، كشمير، طاجيكستان، أذربيجان، أفغانستان، الجزائر، مصر، لبنان، فلسطين، ليبيا، الهند، الصين، تركيا، الصحراء، أبكازيا، الفلبين والمسلمين اللي هناك، بيرمانيا اللي نحاو اكثر من 500,000 مسلم، تشاد، النيجر، السودان. ونجيب لكم اعطيكم رقم اخر، هذا غير صدفة ان المسلمين ساكن فيهم تجيب وحدهم، غير صدفة، هذا غير صدفة ان المسلمين ساكن فيهم تجيب وحدهم، غير صدفة، ان عدد اللاجئين على حساب الامم المتحدة هما 20 مليون في الدنيا، ثلثين منهم مسلمين. النسبة للمسلمين في العالم هي الخمس، يعني عندنا في كل 5 سكان في العالم عندك مسلم، بالحق في كل 3 اللاجئين عندك 2 مسلمين، هذا حظنا. فيه اشياء اخرى، الى زدنا على الوضعيه اللي جينا نطبقوا هذه الامورات، تتشوف شنو واقع ما يسمى في ارمينيا، كيف تجريو لو نيتواياج اثنيك. العدد 600,000 لاجئ من اذربيجان مشاو لايران وغيرها، 600,000، شكون اللي يتكلم عليهم؟ بسلبي في وزنه لو موان لو بيو ساسرا. ولما تتكلم انا على الاسلام تتكلم عليه من ناحيه حضاريه، ما تندخلش الامور الدينيه، ما انا لا فقي، ما تخرجش لا من القرويين لا من دار الحديث، ما انا تنعطي فتاوي، لكن عندي حق كمسلم ومفهوم الاسلام وهو ان نوع الحياه، وعندي الحق ندخل فيه. اللي يبغى يقول لك العلمانيه وفرق الدين من الدوله يمشي لبلاد الكفار، لان الاسلام قوته بعمره ما فرق الدين من الدوله. معلوم الى مفاهيم غربيه وتفهم ريليجيون وتترج بها الدين ما فهم والو، ما فهم لا المسيحيه ولا الاسلام. الاسلام لا رهبانيه فيه، الانسان مسؤول مباشره هو والاله، وليس حق لاي احد ان يتدخل بيناتهم الا الى بس حق مؤمن اخر. ديك الساعات المجتمع تيتصرف وعنده نظامه وعنده السلطه ديالو وعنده، وهذا حق.
لكن قطع النظر عن الامورات اخرى المسلم فيه حريه اللي لا تجاد. الدراسات المستقبليه كلها ها هو مصوبين تيقول لك اكثر دوله اللي غتقدم هو الاسلام. الاسلام الى شتيو في هذا الكتاب الاحصائيات لين غادي والازمه ضد المسلمين كيف بدات وبهذه النهي عام 86 الفاتيكان تبارك الله والفاتيكان راه يمكن لك تقلتو الى بغيتي الاذاعه ديالو راه في نفس الدبدبه ديال ام بي سي ديال السعوديين وحده فيها التلفزيون ولا بغيتي الراديو راه الفاتيكان. الفاتيكان هو اللي قام باول دراسه ديموغرافيه ديال عدد المسلمين في العالم 10 سنين 400 واحد مجندين تقريبا 200 بلاد. في عام 86 خرج بالاستنتاج ديالو هو الفاتيكان 865 مليون المسلمين. عدد الكاثوليكيين كان 860 مليون. لاول مره عدد المسلمين تعدى عدد الكاثوليكيين. من تما لي زور دو ميسيون دو باب كتو يتجول. ومن تما بدات حركه حقيقيه مدروسه. كلمه اسلاميست لا وجود لها في القاموس. ولا تذكر ولا تجاد في اي كتاب او في مقال قبل نص الثمانينات. فيمكن تهضر على اون اركيتكتور اسلاميك، الهندسه المعماريه اسلاميه، اداب اسلامي، اخلاق اسلاميه. لكن حنا كترجعوا للقران وتقول هذه اللي تيسميو راسهم حركه اسلاميه راه تعطيو واحد الفقه. راه الغرب خلق ذاك الكلمه باش من بعد يمكن له يقول انه ما جاتك فالاسلام، انا ما تتهجمش على الاسلام، تتهجم على الاسلاميين. احنا مؤمنين. ياك القران هو المرجع ديالنا والاحاديث النبويه، القران فيه جوج كلمات فيه المسلم والمؤمن. جيب لي اسلامي في القران نمشي معاك. هذه هي البدعه. مشي بعد في دراسه اسلامي ونطيح في الفقه ديال الغرب اللي دارها باش يجي يصيدك من بعد. ثم بدات الحركه، ثم بدا الحجاب في فرنسا، ثم بدات امورات والتسلسل بدا، ثم بدات الحركه ضد الامورات، ثم السي بن علي ولا تيتحرك وجبر اللي معاه، ثم الجزائر وقعت والى اخره، وهنالك مؤامره عالميه معروفه. انا ما يمكنليش نطيح في ذاك الفخ. خصني نواجه في المسلوب داخل البلادي ولا في جهات اخرين ان ليس لاي احد احتكار. تنواخد على مثقفين اللي تيخافوا تدخل كلمه الاسلام تيجري وداك الشيء كان فيك الكوليرا. شنو اخي شنو هذا انت كيف تربيتيه؟ حنا تربينا في شيء، شنو كانت الحركه الوطنيه ديالنا؟ من غير جهاد اسلامي. وهنا يعرفنا وسمينا من بعد الاستعمار اللي خطير وواقعي. الاستعمار عرفناه بسيط. تاتجي دوله بقوتها بعسكرها بقطوطها كثيره لا تتحتلك وتدفع فلوس عليك. تحررنا جاء ما بعد جاء شبه الاستعمار، شبه الاستعمار هو مازال شويه الحياه بالحق انت تتسامح لهم وتيجي وتيبقاو يستعملوا نفس الاعمال ومحتل لك لكن بطريقه اظرف. فهاد يديروا بعض الامورات محتل لك امورات اخرى اقتصاديين الى اخره لي زور دو ميسيون لي ميسيون كولتورال فهمتي. حاجة انا تجي المكناس بلاد عظيمه ودرت المهرجان السينما ترقصت وما نعاودش نمشي لولا المركز الثقافي الفرنسي ما كانش يمكن عندي السينما كش عندي ماكينه باش ندور نحتاج يجيني لاتاشي كولتورال اللي هو وزير الثقافه مكناس. شكون وزير الثقافة في مكناس؟ سي لو سونتر كولتيغال فرونسي يمكن الحمد لله عليه. حنا فين حنا؟ إذن هذه أمورات اللي تقولها ولا جيت هكذا على هذه الأزمة شنو هذا؟ أما ما بعد الاستعمار شنو هو؟ بعد الاستعمار هو تنقولوا من زيت وقليه. أنا أخي ما نبقاش نلعب هذا الدور. أنا عندي ناس داخل البلاد قايمين به. أمريكا ما محتاجش يجيو يرش في البلدان العالم الثالث. فرنسا ما محتاجش عندها جيوش ديالها. عندها بعدا اون نوفيل ليجيون اترونجير اللي هما المثقفين جزء منهم. وليس يوجد اكبر مرتزقين مثل جزء من ما يسميو نفسهم مثقفين بالعالم الثالث. تيتباعوا ويتشراوا في السوق. ولا ما تيقتلونيش عطيني اي واحد يدخل لك ثمنه في البورصه. هذا تشريف كتابة الدولة، هذا تشريف والي، هذا تشريف طوموبيل، هذا تشريف منصب سفير، هذا تشريف أي شبه بغيتي. تيتباعوا ويتشراوا. يلعب لي في جهة من الحزب ويقول لي أنا ولا غدا يجي مع الشعب وبعد غدا هو جالس لي في المجلس ولا غدا هو أنا. ما يمكنش. وهذه المصداقية من ناحية المثقفين هذا هو ما بعد الاستعمار. نجي نحتلك وخلص عليا. الولايات المتحدة ربحت 20 مليار في احتلال السعودية وفي الحرب اللي دارت ضد العراق. 20 مليار ربحت. الناس صدقت عليها.
تيقول لك ربي لي وكبرني وزوجني وشوف الناس كيف تكون. هذه هي الهيبنه اليوم الامريكانيه اللي مبنيه على عدم اساس. ولا يمكن ان تطول بلاد حكم عليها بالاعدام. وستكون الا التغيير الواحد اللي يمكن ينتظر في امريكا وهي ان تكون اول بلاد العالم الثالث. وبمعنى اولا من الناحيه السكنيه. لان دابا 5 سنين اول لغه في الولايات المتحده ستكون الاسبانيه. اكبر ولايه ثانيه بعد نيويورك هي كاليفورنيا. كاليفورنيا عدد البويض اقليه. الاكثريه في كاليفورنيا اليوم اما كحل اما يابانيين اما كورينيين اما صينيين اما ايرانيين اما مكسانيين. نيويورك قبل سنه 2000 ولايه نيويورك لاكبر ولايه ستكون مثلها كذلك. لان هذا اعطى ربي بعد العالم الثالث يزادوا عندهم الدراري وتكثروا وهذا نجاح كبير. والخطه الثلاثه ديال الاشياء اللي تتخلع على الغرب وهذه 20 عام وتدخلها هي الديموغرافية. ولهذا اللي بغيتي يقول له تلقي من الناس اللي يعطيك الفلوس اللي بغيتي. فهمتي؟ يبقى لك بالدعايه في ميديا في هذا في هذا في هذا يعني اللي بغيتي غير اجي قول له غادي نحدد الناس باش داك هادو البوش ديال العرب وديال الاسيويين وديال الكحال وديال البويض ما يضيقوش بينا. لان ما يمكنش. خصكم تعرفوا اكبر ازمه وهذه مستقبليه الفضي وهو اوروبا اللي كانت تمثل 20% 22% من سكان العالم في بدايه القرن لا تمثل الا 12% اليوم واقل. وفي دابا 30 عام غادي تهبط 8%. الغرب كله بما فيه من الحضاره اليهوديه المسيحيه اليوم تمثل 18% من سكان العالم. لكن محتلين 80% من الاقتصاد ومجموعه الانتاج العالمي بما فيه التجاره والعلم. ما غادي يمكنش. من دابا 10 سنين داك 18% الغرب غادي تهبط ل 14%. والجنوب غادي يولي 86%. ومن دابا 50 عام شنو هي 50 عام؟ 50 عام كنت تكون هذه 50 عام باش عرفت ولي اسلام الله يرحمه. شوفي تطاسي حياة الانسان. من دابا 50 عام غاتجبر هاد البويض لانه ما تيعملوا العرق وراحنا ماشي بويض. تعرف تكون سافرتي في حياتك تمشي لاي محل الا اعتبرتي نفسك بيض وعندك اسمك محمد سير الطين. فهمتي؟ غادي تشوف بان غادي ينزلوا هما 8% الى اخره. واش غادي يبقى يمكن لا 8% في سير العالم؟ وفيه ظاهره وهذه هي المؤشرات اللي الحمد لله تيتفائل بها الانسان وهو الان العالم الثالث وصل من ناحيه المشاركه العلميه في العالم الى درجه انه صارت عنده اغلبيه. اليوم اكثر من 50% ديال المثقفين وعلماء بشهاده دكتوراه واكثر من اصل العالم الثالث. العام اللي داز في امريكا 55% ديال الناس بالدكتوراه واكثر اللي دخلوا خداو عمل في امريكا ما كانوش مستعدين في الولايات المتحده. وزمان كنت نحارب مهاجره الادمغه. اول دراسات مهاجره الادمغه درتها في عام 68 حتى واحد ما تيثق بيا بان الادمغه تهجر. اليوم والله العظيم وبكل فرح اي واحد تيجي عندي نقول له ما عرفوش قيمتك شنو الوزاره مشيتي تلقى ما عرفش هز حوايجك رجع. الان تنامن بالدياسبورا. الدياسبورا لان سافرت وحياتي كلها سفر يعني قليل مع محاضرات في العالم باسره والان اكثر واكثر للطلاب عرب ومسلمين وتنفتخر بالمستوى ديالهم العلمي بالمستوى الاخلاق ديالهم بالرؤيه اللي عندهم بالاعتناق ديالهم لمبادئ اساسيه ولقيام هما داخل اوروبا داخل اوروبا هما ولكن محافظين على روح حضاريه حقيقيه اكثر من هذا. انا تنخشى والله العظيم ولادي كبروا اما كنت بغيتهم يطلعوا مسلمين لي بصح سيبتهم لباريس سيبتهم لندن سيبتهم لهونغ كونغ سيبتهم لشي حاجه. انا تنخشى والله العظيم ولادي كبروا اما كنت بغيتهم يطلعوا مسلمين لي بصح سيبتهم لباريس سيبتهم لندن سيبتهم لهونغ كونغ سيبتهم لشي حاجه لان غنكون متيقن ان غادي يطلعوا مسلمين بمعنى مسلمين ماشي قضيه الصلاه او قضيه رمضان قضيه ديال البيئه ديال الهيئه. احنا الاشياء الواحده اللي حاربت هذا الاستعمار وحنا بعد الاستعمار كان شيء واحد هو لا اله الا الله وان محمد رسول الله. صدام الحسين ما تيامنش ما كانش شيء امن نهار اللي عمل الله اكبر عرف شنو هي قيمتها وشنو هي سي با لا ديماغوجي. كملكم ها السياسه ديال المستقبل ها اش تيقول هذا المسيو كلينتون تيقول ان اقبل خطر فيما يخص الغرب هو غادي يجي من الحضارات ومن الاديان ديال كونفوشيوس وديال الاسلام.
وتطلب من الناس من الآن أن فين ما كانش حكومات عندها تفاهم مع الغرب بحال هادو اللي وافقوا كلهم على اتفاقية واشنطن، خصها تساعد، خصها تعاون، خصها تعطيها الأسلحة، خصها تعطيها المعاونة للمخابرات الأمريكية، وخصها تبقى باش يبقى الاستقرار وما تغير حتى حاجة ويبقى الأمن. والاستقرار هو أكبر عدو للتبنية، أكبر خطر هو الاستقرار. الاستقرار هو ما تغيرش، هو الماء اللي ما تدوز قدامه تيتخو، يعني إلا بقى ما تحركش ما دايزلكش به التصلة. أنت باش تضب الماء، إذا كان الماء ما دايش باش يحلل عليك تضب به. إذا المفروض هذا الاستقرار عند الغرب هو تبقى كما أنت مكملش عبد ديالو. وتيقول سمح ديو راسهم كيف هي يعني واضحة. ها هي أنا أدخل لكم الجملة. وقال بالإنجليزة: To limit the expansion of the military strength of Confucian and Islamic states. دراسك الدول الإسلامية والكونفوشية يعني الصين عندك عسكريين يتطوروا، يعني العراق وصلت القنبلة الدورية دخل بابها، ما عندها علاقة لا بالكويت ولا بالصدام الحسيني ولا بحاجة. لا يسمح لبلاد من العالم الثالث أن توصل لدرجة تكنولوجية أن تقنع مراتهم واللي قتلهم. والعراقية البلاد الوحيدة في العالم العربي والإسلامي اللي قتلت لهم كلهم عندهم العلماء ديالهم، هرسي لهم هذه ربا يصوبوا الحزب منها. ماشي بحالنا تصوت هذه عيط في التليفون، عيط لايفا، عيط للمساعده الفرنسيه، البنك العالمي عندكم شي وتصيفطوا لنا الله يخليك يصلح لنا هذا الميكرو منين جا ما نعرفو. قول راسي مي نضحكوا على راسنا. سمحوا لي طولت، لكن ما كانش المقصود هذا، كان امور اخرى نذكر عليكم فيها اللي بينها، وان هذا النظام الجديد هو هيمنه، هنالك دوله وحده مسيطرة على العالم لكن لمدة قليلة 10 سنين على الأكثر. توقعي فيما يخص العالم الإسلامي عندنا 10 سنين إلى 15 عام، لكن ربحنا الوقت لأن الأشياء تصبحت عندنا تقريبا 1 مليون ضحايا في السنة. هذه دابا 2 والعالم الإسلامي تأدي 1 مليون، خصنا نخلصوا 1 مليون بحال الزكاة. كاين اليوم 1.2 مليار ديال السكان، حنا يمكننا نخلصوا 1 مليون في العام. إسرائيل خلصت 1 مليون في العام بعد 3 سنين تقضى. لكن هذه الضحية بالأسف، يعني لزنا أفغانستان بوسنيا مات فيها 350 ألف واحد، تكرسوا على 150 ألف مرة، جود 1,800,000 لاجئ. ونآمن أنا بهذا الغرب بحقوق الإنسان ديالو، بمفاهيمه ديال الديمقراطية، بمفاهيمه ديال حقوق الإنسان وديال كرامة الإنسان. إذا كان نفاق، إذا كان كذيب وهو عندهم، لكن أكبر منافقين هم اللي تتعاملوا مع المنافقين. وشكرا. لكن ما نبغيش نتكرس على الناس يطولوا. انا جيت حقيقه الديمقراطيه الحقيقيه، انا المحاضرات قلتها لك ما تعجبونيش بعدها في هذا النوع، وهذه اول مره من هذه 4 سنين تلقي محاضره خارجه على ميدان جامعي ولاسباب ما غنرجعش عليها، فهمتي، على حريه التعبير وعلى المعامله اللي تعاملت بها بعد المسؤولين ما بين قوسين وما نرجعش اليها. لكن عملت استثناء في مكناس لأول مرة هذه 5 سنين تنلقي محاضرة خارجة على مؤسسة ثقافية وعلمية. إذن لا، لأن تنحتفظ بحرية التعبير. واسمحوا لي تل الشخصيات اللي هنا وتنواخد عليكم شيء، تنواخد على الناس في الأول فيه لفوتوي الخرينشلي، ما عمري ما تنلقي محاضرة حلال.
اسمح لي اللي بغيت نقول ثالث الحنت درت هذا رانا ما تنستفد الا مشاي العطاء ما تيكون الا الانسان خدع عاوتاني نتي تصورنا بحال قربه دابا خويت خصني اللي غادي يعمرني نعرف افكاركم نعرف شنو هو المستوى الشباب ديالنا والناس ديالنا شنو هي الجراءه والحريه اللي عندهم باش يعبروا حنا الفرنسيس كان واقف 70,000 الجيوش وتنوضوا ونهاجموهم ويدخلنا الحبس شنو دخلنا الحبس 14 عام ونص دوش شهر في الحبس في فران شنو هي احسن درس حياتي وتتعزوا عليا الا ما دخلتوش الحبس لاسباب سياسيه ما كاينش اللي تيدمي قد الحبس ما بعطيش لكل واحد الحبس هذا الشكل اللي تنهضر انما بقاوش الناس اللي يستحقوا يدخلوا للحبس بالطريقه اللي تنعني بها راح قبل ما نوصلوا للحبس قبل ما نوصلوا للحبس على الاقل نشوفوا كالناس ما هو المستوى ديال التعبير وما تقولوا ليش لا ما تيمكنناش نهضروا هضروا شكون اللي مسول لكم اذا لاش تجيو المحاضرات الى غتسموا ما تعبروش على الراي ديالكم وانا تهمني نعرف شنو الراي ديال الناس وبالخصوص الشباب لان هذيك هي المؤشرات باش نخدم انا باش نعرف علاش البليلين غاديين ما تهمنيش تنضيع شكرا نقرا كلام دوزيج قال في الخطاب ديالو والله ما تنقراهم ماشي على شي سبب لان ما تهمنيش عنده 50-55 عام الرؤيه ديالو تقاضات ما عرف راسو كان مازال في الحكم ولا مازالش ما بغى نضيعش وقتي فيها لكن يمكن لي يهمني نسمع واحد ديال كعمل اميموار ديال السنه الرابعه في كليه في الميدان نمشي نسيب عليه ونقراه لان هذاك هو اللي غدا وبعد غدا غادي ياثر على التغيير هذا ما بيوصل بعدا ولا جالس لي تما ولا في شي كرسي عالي ما تهمنيش لان دايز لا يدوم الا الله خاصني نعرف هاد الشباب اللي طالع الليل غادي يمشي اذا مناسبه بحال هادي اللي فيها الشباب سمح لي انا ماشي اسئله نبغي تعاليق ونبغي حتى اسئله لكن بشرط واحد وهو سمحوا لي ان من واجب على كل وحده يمكن ناخذ كلام ناخذ عدد باش تعطي ديمقراطيه حريه اكثر للناس تعبر ويسمحوا لي في الاخر الا ما واجبش على كل واحد حتى انا باغي نسمع والله ولكن الإشكال هو المرض
يكون غير خالص من الفيلم. أولا أشكر الدكتور نذير زرع على المحاضرة القيمة. ثانيا أود أن أطرح سؤال، لأن السؤال الذي من طرف ينسبني قد مبدئي، أي مستقبل السير العام العالمي إلا ويتخوف عليه من واحد المصير محسوب اللي بيسببوا هذه الحضارة القائمة على مبادئ مادية محضة. فهنا أطرح سؤال، كيف يمكن للباحثين العلميين أن يقوموا بالمكونات الحضارية، وأقول مكونات حضارية عن فيها كل المتغيرات، مثلا الحب، الإيقاع، الإيثار، الصدق، الودة، حسن الجوار، كل هذه كيف يمكن أن نقيم بها حضارة جديدة؟ خصوصا أن الحضارة المادية حاليا ترتدي على المبدأ المادي، حتى أننا عباد الله تنشوف أنه مبادئ سامية ترتدي على المبدأ المادي. حقوق الإنسان ضرورية، ضرورة مادية بالقيام دور زمان أم أو قيام المجتمع المعين. مبادئ سامية تريد المحافظة على البيئة ترجع كلما هي ضرورة مادية، ففي مجال كيف ما هي دورنا ودور الباحث العلمي لكي يرجع هذه المسائل اللي قلت حب الإنصار من هوية الأدبي إلى هوية علمي ممكن أن تكون عليه حضارة تكون ركائزها هي مبادئ مكارم الأخلاق. وشكرا. أنا عندما كنت أتكلم معه أنا طالب على أساس
ولكن هناك أقوام أحسن من كلام ثم يأخذ ورد منه.
تعرف على مصدر الفكرة. من الواجب على المفلسين أن تنظر في زمن الاتساع على أن تعيش في كل إلى في الشعب. وكل واحد عنده أمر ساعته. الرؤية المستقبلية الراحلة المستقبلية. يهمني بالرحيمة يجب القضاء بهم. من أخطأ الرؤية لا يجب القضاء. من تطرق عيش بالآراء إذا ما له. ولا ولي أن يتبه يتبع الرؤية المستقبلية لأن لا الرأي. أنا العيش المالية شرط على صفر. Yeah.
لجل تصيبه لأجرى بأن من نحن الشمس الله لا يمشيه إلا مشاهد يكون مقدرين يمكن في صفرة المشيئة نجده ومن هذا الكلام بالشيئين وما يكون الشيئة المبتين لشيئ المبالغة حينما نبحى سلطانا يقول ما شئت لا ما شاء تقدر فاحكم فأنت الواحد القهار وكأنما أنت النبي محمد وكأنما أنصارك أنصار لا 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 ما شئت يا ما شئت يا ابنك ما شئت جماعة الشعبية وإنما السلطات ليش أشد من أبنائنا إذا رحم الله الشاعر
الفلسطيني بالرياضة في غزة الهندسة العمرانية على أوزبكستان يحتاج مخرجون خطاب الإستاذ ينقسم إلى ثلاث أقسام. هناك أهمية الزيارة الإسلامية تسمى المنتزه الربيع ثم أخيرا الحتمية المستقبل الإسلامي. بالنسبة لأهمية الزيارة المستقبلية لم تكن في الشرعية في مرة المجال الأول فقط أشير إلى قرار الدولة وتلك الأيام مداولة بين الناس بمعنى عصر الزمن مفتوح للجميع مفتوح لكل نظريات مفتوح للإنسان مفتوح لعقل الإنسان. إذا تزدمر العصر العمل الفكري الذي يعطيه شرعية للأطروحات وبالفعل الطالب جرب النموذج الليبرالي وجرب النموذج الاشتراكي وعلى أرض الواقع كان الانهيار. إذا العنصر السنني أو العنصر المنتهي بالفهم الأصولية الطحاضرة ولأن أدمجنا نحن أننا بالفعل على المستوى الفكري وعلى المستوى التاريخي افتقدنا الذاكرة بمفهوم الأنثروبولوجي يعني أننا نشعر إثارة ثقافة استهلاكية أو مجتمع علم الاجتماع لسوسيتي كونسوماتور ونشعر بأن الذات هي وحدة زمنية ونشعر بأن الذات هي الحاضر أو نشعر بأننا لن ننتمي إلى الأمة بل حتى إذا دخل كل فرد من أهل المسجد يجد بأن الحقل البسيكولوجي القوة التي يستوي مرتبط بالطباط أكثر من مرتبط بالذي يستوي بجنبه بمعنى آخر أن تأثير ثقافة مالية إثارة وحدة مصلحية في المراكز الأوروبية وفي العالم العربي الإسلامي شكل وصنع صيغة مجتمعية بكل وضوح بعيدة عن كل البعد عن خط الرسالة وعن خط النمط الحضاري المستقيم. وهناك أنفسنا النقطة الأخيرة بعد أن أكدتم فشل النموذج الربيعي بنقطة جوهرية بإعتماد على وقاية السوسيو اقتصادية أو اصطلاح استراتيجي أن الغرب يلتقي بمنطقية إنسانية والدليل على ذلك أن الفكر الوضعي يقوم على منطقة الإقصاء والتجاوز بمعنى تقوم الفكرة حين تأتي فلسفة متناقضة تقوم على إقصاء الفكرة بالكلية حين الحضارة العربية الإسلامية أنه على قدر ارتباط دقيقة القدر على قدر ارتباط أي مجتمع بمقومة الحضارة تصنع ظواهر الحضارة وكما أشرتم الآن هناك ظواهر جديدة في ذات العلم الإسلامي تعيش ما يسمى الشراع وقيم الحضارة يتبدل ذاتنا من دينا قديمة عن المستوى الإنجازي هناك مساجد هناك علاقة اجتماعية بالإطلاق بالقاء تطبع العقلية الإنسان الإنجازي كان الرياضي مثلا مثلا ميلو المكيحي وشي حمرية لكن في دينا قديمة ارتباط ذاتنا من وجه عارضه حمرية كان الحضارة كان تحديد كان مغرب إلى آخر الأشياء. إذا هذا التشكل الذي يحمل الطابع المتوج بين الارتباط بقيم الحضارة الإنسان وبين الارتباط باختراق وفي العالم الإسلامي في أفق كبير جميع الديانات وأكثر الديانات هو الدين الدين الثقافي الإنسان العربي لا يشعر بأنه يحمل هوية كيفما كان طبيعته. إذا السؤال الأخير هو العالم الإسلامي الآن يعيش إشكالا يشترى عليه العلوم السياسية وخصوصا قواعد المجتمع السياسي اشترى الدولة الأمة وصراع الدولة وصراع الدولة الشعب لا أدري إلا هنا على مستوى التشكيل العملي باعتبار دور المنتدى الأعراق ولكن سأتكلم على مستوى التشكيل بمعنى أقل أن العالم الإسلامي مصدر القيمة لا نقشة سياسية ولكن نقشة من وجه تطور. إذا ما عدنا إلى حد الكتاب الشريف يؤثر في إلى حقية الدور الزمني لا أخطأ استماع للقاعة طيب هناك تفاعل جميل داخل الحضارة الإسلامية للانتقال من حالة تحكم استرعاب الوطني العالمي إلى مرحلة الأمة على اعتبار أن الجهود على العالم الإسلامي لم يتمكن الانتقال يعني استراتيجي نحو مرحلة من مراحل التطور السياسي والاجتماعي والثقافي. ومثل السؤال وفق جلسة من قيمة المجال المستقبلية كيف تنظر إلى القوانين أتكلم هنا بكون القوانين الطارئة وبكون النظرة الحضارية ما هي القوانين التي تحكم التطور للمجتمع من مرحلة البنية التنظيمية الاستدعائية للمجتمع الحركي إلى بنية أخرى على المستوى التكوين التحتي والقاعدي والفكري والسياسي إلى آخره على مستوى إيجاد المشروع وفق الانتقال إلى مراحل أخرى حكما تقتل لانتقال من نمط سياسي وثقافي معين إلى آخر وأستمر أتمنى أن نستفيد ربما المزيد في الكريم ومرحبا به وأقول لك أننا جميعا من أكيدنا نحبه ونعتبره قيمة إنسانية من أجل التجول واقع التجول واقع التقلب والتقلب أسمع السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سجد دكتور مدين المجرى حقا هم يكتبوا عند المنصات يكون المزاد من كتب مشكلة ولكن
خاصة على الإنسان مثلا الطريقة تاع الديمقراطية
خاصة الأخرين من ذلك الطريقة اللغوية للدول المتسوية مثلا أن نذكر فلقد من عن الحق مشهر يقينا عن الحق تشكيل جمعة الروم تبدل عن السياسية والله إلى آخره. هل هذه الدولة الديمقراطية بدون أساس من ذلك حضاري المتصفر سيدي الدكتور على أساس من ذلك حضاري في حكومة الديمقراطية واش ما تشكلش هنا خطأ هذا توجيه ماشي توجيه تاع أفراد في المنطقة كما تقول وإنما توجيه في بسط ولا في السلس وفي التعود في التوعد على أساس ديني حضاري إسلامي وشكرا. بعد شكري لكم للأستاذ الدكتور مهدي مرة أود أن أطرح سؤالا عن يشمل الفكر العربي والإنسان العربي بصفة عامة وهو قضية اتفاقية سنة 2000 هي أولا ما هي رؤيتكم المستقبلية لهذه الاتفاقية وهل هي مستقبلية
لحسب بلادنا. سيدي الحرية والعدالة. نحاول انا ما نقدرش نرد على الاسئله كلها، وحقيقه سمحت لي قال واحد من الاخوان لما طلبت منكم هذه المده هذه انا هي اللي تنستفد منها اكثر، لان تنشوف موضوعيا شنو المشاكل اللي تتهم الناس ولو كان جزئيه احيانا عندها اهميتها. وخصكم تعرفوا واحد القضيه من ناحيه ديال التجربه ديالي او معاملتي مع المعرفه هي من نوعين. كتابتي شيء، الكتابات تكون خدامك الكاغيط والكلام او الحاسوب وبينك وبينها، وكل كلمه وكل عباره بحال اللي تولد تترجع على هذا وفيها واحد الاسلوب اخر. لما تتكون شفاوي يعني مع الناس موجودين تنبقى نحضر ومع عمري ما تنقرا كلمتي، توقع واحد التفاعل مع قاعه وتعلم شيء. هو الاحترام هو اولا نوع صراحه، كل ما تتعب تكون صريح كل ما هي الطريقة ديالي أنا باش تنحترم الناس. ما تنعرفش المجاملات، ما تربيتش فيهم، وتا واحد بعمره ما ياخذها مني مجاملة لله. إذن تنعتذر من هذا الحيثية. إذن دائما كان فرق، كاين حاجة أخرى اللي بيداغوجية، عدد الناس هنا تربويين. الفرق لما تتكلم هكذا دائما كاين واحد 5% بالمبالغة، كاين 5% بالغلبة. علاش مقصودة؟ لأن في العلم ديال اللي تيتسمى لا باليستيك، منين تتبغي تقيس واحد الحاجه الى صيبتيها بسرعه ونيشتي عليها ما تبقيسهاش، تيخصك تزيد ضرب على الحساب ان راه غتمشي ابعد، وتزيد داك 5% بحال اللي تزيد شي شويه جليبزار ولا سكين جبيب شي طاجين تزيدها حقيقه، لكن مبالغه تلقائيه، وتيخص الانسان ياخذها بعين الاعتبار هذيك بحال الطرا تبعد. لكن هذا هو النقاش باش بتبعد الانسان تيتبنى، بان بعض الناس هذيك تتجبد بها حتى بعض الناس تتبان لها واحد شويش واحد تيقول لك لا زرفتي ومعاه الحق باش تخلق واحد الديناميكيه. المهم هذا رجع لبعض الاسئله يعني بطريقه بسرعه وشموليه، وممكن نخلي واحد نص ساعه اخرى الا الناس ما عندها مانع باش الناس الاخرين تتكلم، لان الديمقراطيه الحقيقيه او الشورى هو ان الانسان تيقسم في الطريق. اولا قضيه احصائيه، تكلموا سعود الناس، 7 منهم بداوا بسم الله الرحمن الرحيم، ما اخترتهمش. هذه ظاهرة في عام 93 القاعة سيتاني شانتيون، من ناحية إحصائية ما كافياش. حاجة أخرى، هذه 10 سنين ما كانش ممكن يتكلموا 9 الناس متابعين بعربيتهم كما سمعتها اليوم، كان غير ممكن هذه 10 سنين. وهذه المؤامرات اللي خلعة بعض ليزانتيليكتويال، بعض المرتزقة، وبعض المسؤولين عنا اللي تاريخهم واساسهم كلهم مبني على اتصال الحميم مع الحضاره الفرنسيه. وهذا من المؤشرات علاش قلتها، اللي انا بامن ما نبغيش يكون عندكم فكره، لا يوجد فوق الارض سبحان الله العظيم انسان متفائل اكثر مني. لان الا ما كنتش متفائل ولا ما كنتش انساني ولا ما كانش عندك قيم الحب والاتصال ما بين الناس والانسانيه والعدل والاحسان واللي بغيتي تجمعو كله، ما تدخلش الدراسات المستقبليه. تدخل الدراسات المستقبليه هي تتحس بواحد الاحساس داخل نفسك انك قاسم كل شيء مع الانسانيه، وهنا ما تنفرقش. والله ما تنفرق انا لا ما بين الايطالي والاسباني ولا الفرنسي، واخا تنهضر هكذا نقول لكم امورات تستعجبوا فيها. تنواجه الفرنكوفونيه اول ما اتصل بيا هو في ليليزي اتصلوا بيا نعاونهم يعاودوا يفكروا في موضوع الفرنكوفونيه والفرنكوفونيه. تنواجه فرنسا والسياسه الاعلاميه ديالها والاذاعات والتلفزه. والبارح جاتني برام النائب العام ديال السينا الفرنسي، وهذا تيطلبوا مني كالخارج الاجنبي الوحيد ندخل لجنه فرنسيه تتكلف بالاذاعه والتلفزه في فرنسا. تيقول لك بالي ندار صبروا والمعزين كفروا. هذه فرنسا اللي ما تيدورش نهار اللي ما نستدعاش التلفزيون ولا ما نجيش، لان تيعرفوا بان مقاصدي انسانيه. انا باغي ما نبغيش حتى فرنسا وين تطلع، علاش؟
تستوعد وليدات وتستوعد ما بغيش الإنسانية. إحنا فينا في الإسلام، لكن بالأسف واحد منهم جاء ما كاينش التفاعل معنا، وهذا هو اللي سميته الخطر الكبير ديال التواصل الحضري. ما عادش كنت فيكم اللي تظن اللي تكلم الثالث أو الرابع لح بزاف على القضية ديال التواصل، وهذا هو اللي سميته الخطر الكبير ديال التواصل الحضري. ما عادش كنت فيكم اللي تظن اللي تكلم الثالث أو الرابع لح بزاف على القضية ديال التواصل، بأن ظهر لي اللي تكلم السادس اللي تكلم عن الوضع العربي النائم ولا إلى آخره والفجوة ما بين لا. إذن هذا الفهم. واللي باغي نقول ودابا نرجع لبعض الأسئلة كما جات، هو إلا جيت نلخص التدخلات كلها كاينة كلمة أساسية وهي التربية، لكن التربية بمعناها الشمولي ماشي غير البرامج المدرسية ولا الجامعية ولا الكتب ولا هذا. التربية بالمفهوم الأصيل ديالها القديم، كيف تربيتي؟ والتربية هذه اللي تنعنيها تكون في المدرسة، تكون في الدرب، تكون في الحومه، تكون عند مول الفرناتشي، تكون في الحمام، تكون في 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 كل جهه، تكون عند النجار. وهذا تتحس براسك بان كل واحد تيعطيك واحد طرف شي حاجه تجربته تقسمها معك. هذا النظام التربوي التقليدي اللي كان عندنا بحال عدد الامورات تدرس العائله ما بقاش دورها في التربية. البارح ولا في الغداء مع سي عبد اللطيف الصايغ تنهضروا على هذا، عندهم شي واحد جا من 14 عام جلس، انا تنذكر 10 سنين 11 عام الوالد الله يرحمه كان تيديني من تيمشي يتغدى لشي جهه ولا هذا، جلس مع علماء وانا صغير تنهضر على سيدي المدني بن الحسن في القاضي العربي العلوي وقاضي الزبوري في الدار البيضاء الى اخره. كانت عاده يعني ما فيها حتى حاجه، تدي وليدك تجلس تيسكت تتعلم تسكت، ما كانش الهضره عليها تشوف الهضره كلها فيها راه تنفدي السكات ديال بعض شحال من عام. حقا اللي تنقول هذا النموذج التربوي تهرس، ما بقينا لا بديدي لا بحبلوك، ما بقينا بالنموذج التقليدي ديالنا، ما خدينا واحد النظام اللي غادي يصلح لنا. وفقنا بان النظام ديالنا مبني على التقليد. انا هذه سنين في التحليل ديالي تنقول ان المصيبه ديال العالم الثالث وهو التقليد، لان قلدنا نموذج تنموي اللي عطى النتائج ديالو في اوروبا وغيرها، لان تاريخيا عمل جوج القرون كان الثوره الصناعيه كان الثوره الفرنسيه كان 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 هذاك النموذج ماشي جا ونزل، هذاك النموذج نتيجه ديال جوج القرون ديال التاريخ او اكثر، قيم مسيحيه يهوديه عملوها الى اخره. منين نجح لهم مشينا حنا مفكرين كان بحال هذا ميكرو غنقطو نهزو غنجيب هذا التنميه عندنا، وكان هذا هو الشرط باش تقبل المساعده الفنيه. الا ما تبعتيش ذاك النموذج البنك الدولي ما تهضرش معاك، الامم المتحده ما تهضرش معاك. هذا علاش فات النظام ديال الامم المتحده وانا وصلت للقمه ديالو وانا صغير، لان فهمت بان خدام المصالح اللي ضد مصالح حقيقه العالم وبالخصوص العالم الثالث، لان هذاك هو الخدمه اللي كان ديال ميسيونير. كنا تلبسوا الكاسكت الامم المتحده ونمشيو نبيعوا اشياء اللي هي ماشي صالحه ضروري، ماشي لان نظامهم قبيح، لان اللي فشلنا فيه هو ما نجحناش في خلق بابداع واحد النموذج اللي هو البناء اللي يكون صالح لنا، لان ما خديناش الوقت اولا للدراسات الحاجيه الحقيقيه ديالنا، ثانيا تكونت عندنا واحد البيروقراطيه والتكنوقراطيه اللي جالسه في المكاتب ديالها تظن هي عارفه شنو يعني مصلحه هذه البلاد، واخا في الفلاحه وما عمره ما صدم في واخا مهندس فلاحي ما عمره ما مشى لشي ارض ولا شاف شجره ولا شاف بقره ولا شاف هذا، جالس في المكتب ديالو مع خبراء ديال لائفه وغيره. اذا هذا الغلط في النموذج التنموي هو الاساس، والنموذج التنموي ما عندناش لان تنعاود نرجع لان ما عندناش رؤيه، لان تقول رؤيه تنقول مشروع اجتماعي ديال المجتمع. ما عمري ما شفت نقاش عندنا لا عند الاحزاب ولا عند غيرهم شنو هو الشكل ديال الرؤيه اللي عندها هذا المجتمع المغربي كيف بغيتيه يكون. ما كاينش، تنتحدى اي حزب سياسي اي وزير اي رئيس حكومه اي برنامج تقلب البرلمان يجيب لي بهذه الصوره اللي عدد ديال منكم التساؤل ديالهم كله حول هذه النقطه. إلا جي التساؤل ديالكم كله حول نقطة، ما هي التربية؟ بمعنى ماشي التربية ديال الليسي ولا ديال المدرسة ولا ديال المسيد، شنو هو النموذج المغربي ولا المغربية اللي بغينا يطلع؟ كيف بغينا يطلع؟ هذه الرؤية سمح لي كانت عند والدينا. حنا طلعنا كانت والدينا يمكن كنا عارفين الاستعمار وكنا بغينا الاستعمار يخرج، وماشي بغينا يخرج، مين غادي يخرج؟ اش بغينا نديرو؟ كان البرنامج ديال عام 34
1934 رجعوا للقراوات. فيه روح، فيه روح، ماشي غير نصوص وكلام. العريضات 44 جات، عدد اللجان تكونت، مشاكل درست، وماشي بحزب الاستقلال، جميع الاحزاب. والمغربي كان حاس براسو صغير ولا كبير بان عنده واحد الرؤيه، واحد الحلم، كيف غادي يكون، كيف غادي يصدر. وهذيك هي اللي تتسير، هذه ما كايناش، وماشي في المغرب. لهذا الناس عاود رجعت لبعض القيام. واظن من اهم النقطه اذا قلت هذه قضيه ديال التربيه، والثانيه اللي جات هي هذه المساله ديال القيام، لان بكل حاجه مساله القيام. لان العالم يعني التساؤل اللي عندكم كله حول هذا القيام وحول الماده. ظاهره اللي دابا علميه اللي غنقول لكم اللي وصلها، هو ان الغرب هاد الشمال اللي تمثل 18% في عدد السكان، تصوروا حاجه ان غدا هاد 82% الباقيه ديال العالم تمت كلها تتبحى من الارض، يجي زلزال ولا شي حاجه تتبحى. بقاو غير هاد الناس الشمال بوحديهم 18% السكان. غير ممكن ان الحياه تبقى فوق الكره الارضيه 30 سنه المقبله الا بقاو على النموذج الاستهلاكي ديالهم. ما عرفتش كان تتفهمون النقطه اللي تقول. تقول بدون وجودنا الاستهلاك الان اللي في الغرب، وبالخصوص الكربون اللي تيخرجوه والتولوت التلوث الصادر عن النموذج الاستهلاكي ديالهم، ما تيسمح لهمش باش يقدروا يعيشوا 20 ولا 30 سنه اخرى على نفس ذاك المستوى. اذا بوجودنا او بدون وجودنا، بمساله التوزيع لا غوديستريبيسيون او بدون هذا، بداو يفهموا الان هذا هو مفهوم الحركه الايكولوجيه اللي تتسموا الخضر دابا. لان الشباب فهم ان مستقبله في خطر، ما غادي يمكنش تبقى تعيش بالطريقه اللي عايش فيها في الغرب. ما يبقاش تكون عندك عدد الثلاجات وعدد الطوموبيلات وعشرات التلفزيون والصدرات. هذا المجتمع المبني على الاستهلاك، وهذا جزء من الازمه الاقتصاديه العالميه. اذا هذه مشكله الماده والناس. دابا ما بين ايضا التطورات اللي صدرت في هذه العشرين ثلاثين عام الاتيه، غنقولها لكم بسرعه، وهو الاشياء اللي كانت ماديه كل يوم تترجع غير ماديه. احنا في الاقتصاد تتكلموا عن ليماتيرياليزاسيون ديكونومي. ما هي معنى ليماتيرياليزاسيون ديكونومي؟ شتوا هاد القاعه في عام 1942 كان فيها واحد الحاسوب في ام اي تي، في مدرسه المهندسين في بوسطن في كامبريدج في الولايات المتحده، وبها داروا العمليات والحساب ديال القنبله الذريه. هذاك الحاسوب كان واخذ قاعه تقريبا قد هذا، وراه مازال في المتحف اللي فيكم. مشى لبوسطن ولا مشى لام اي تي غادي يشوفوا. القوه ديال ذاك الحاسوب اليوم هذا عشرات المرات اقوى منها. هذا ما نخافش لك، هذا عشرات المرات اقوى منها. شنو معنات هذه؟ شنو اللي ماتيرياليزاسيون ديكونومي؟ لنفس الغايه، لنفس الحساب اللي كان تيخصك هذا البيتون، وكان تيخصك الات، وكان فيهم لمبات كبار، يعني ذاك المواد اللي كانت فيهم كلهم، اليوم عندك في هذه عشرات المرات اكثر، وهذا ما فيه حتى ماده خام. هذا كله ممصوب الا بلي برودوي سانتيز اللي خارجين من المختبر. ما يحتاج لا الالومنيوم لا الفوسفات لا الحديد لا النحاس لا حتى حاجه، كله مصروف. هذا اذا تنقول ليماتيرياليزاسيون ديكونومي هو لنفس العمل ولنفس الغايه عندك اقل واقل الماده. مثال اخر هو مقبل كان عندك في التليفون تتعمل النحاس، سلوك النحاس باش تعمل 20,000 مكالمه تليفونيه كان تيخصك 200-300 طن النحاس. البلدان تنتج النحاس بحال في جزء من افريقيا، في كولومبيا، في بوليفيا. اليوم شعره فيبر اوبتيك تيدوز لك 20,000 مكالمه تليفونيه، والفيبر اوبتيك تيتصنع في مختبر. ما محتاجش تمشي ندافع في نيوزيلاند ولا في زيمبابوي ولا في زامبيا ولا في الزاير ولا في البيرو ولا في هذا باش نجيب النحاس. اذا هذا لنفس الغايه نجد ان الماده تتقل وتتقل في الامورات. هذه اله ديال التسجيل، هذه 20 عام كان تيخصك وحده فيها 20 كيلو، يلا تقدر تهزها بواحد السلك تخدم.
احنا غاديين والمادة تتقص لكن شنو تتزاد؟ المعرفة تتزاد المادة الرمادية لا ماتير غريز. لهذا هي أهمية الانوفاسيون، لهذا تجبر في اليابان 30% ديال الإنتاج ديالهم تيمشي في التجديد، في تشجيع الأفكار، في تشجيع الناس يبتكروا ويبدع، يعني يكون نوع الإبداع العلمي. إذن هذا برهان عنكم أن الأشياء اللي مادية هي تزيد ويتثقل المادة. في شيء آخر أغرب من ذلك، وهي الأشياء اللي كانت تعتبر غير مادية. أنا أعطيكم مثلا الضمير. الضمير كان يعتبر مادي، وديكارت اللي فضح النبي الدنيا ولا كارتاز، دابا كل شيء تيبينوا بأن غلط. ديكارت جاء بواحد الدواليزم، جاء بثنائية، تيقول لك هناك الروح وهناك الدماغ، يعني يا الاسبري يا السيرفو. الآن جميع العلماء متفقين أن هذا غلط، تيقول لك هناك الروح وهناك الدماغ، يعني يا الاسبري يا السيرفو. الآن جميع العلماء متفقين أن هذا غلط. أولا سير جون إيكل جائزة نوبل في الطب ديال عام 74 عاد خرج كتاب تبرهن فيه بأن ما يسمى الضمير تيمكن الإنسان يوجده على مستوى ديال الدماغ، لأن اليوم كاين وسائل باش تيمكن لك تحلل وتشوف ما اللي تيتسمى السينابس على قدر 1 من مليون ديال المليمتر. تصور مليمتر قسمه على مليون الأجزاء والطرف منه يمكن لك تشوفه بالميكروسكوب. إذا وصلوا حلول هذه. آخرا أيضا في دراسات أخرى ديال الدماغ بنفسها اللي تقدم كبير في النيروفيزيولوجيا تبين بأن هذا الانفصال ما بين الفكر والروح أو هذا أن شيء غلط. إذا عندنا الآن أيضا في الدراسات ديال الفلك، دراسات الفلك عندنا أشياء اللي هي غير مادية كانت تعتبر غير مادية، أن لين وصل يمكن لك توصل وتعبر أمورات على العشرات المليارات ديال الكيلومترات، أن متيقن الآن العلماء أن مضطرين يعتمدوا على أشياء غير مادية باش يوصلوا لنتائج مادية. إذن واخا غادي تبان لكم صعيبة اللي كاين، والأمورات اللي كانت مادية هي زايدة ويتتولي أقل مادة، والأمورات اللي كانت تبان لا مادية احنا زايدين، احنا عندنا برهان ان في الحقيقة مادية بمفهوم اخر. دابا جات واحد الضغطة اذن مهمة بغير القضية ديال التربية، وهي جات ناس هضرت على البنك العالمي وعلى الغرب والتخوفات. لا وقعت لي حاجة باش تعرفوها، يعني عمري ما قلتها ولا الناس يعرفوها. هذه واحد 6 سنين كنت جالس، جاتني برقية، كان مازال ماكنامارا في البنك الدولي، جاتني برقية الله يخليك بغيناك في الماكنامارا، بغى يشوفك دابا 24 ساعة كيفاش انت بطايق الكونكورد اجيك اش قايد اش كاين لك ساعة، يعني عام 1978 تقريبا 80، يعني هذه كثر 81 هذه 10 سنين تقريبا. المهم هو بداك الوقت صفتوا مرايا باش يستشر معايا، لان كان واحد من نواب الرؤساء ديال البنك العالمي كان السعودية جات في الرسمال ديالها، وكان العرب عندهم حق يكون عندهم نائب المدير العام، يعني فيس بريزيدون لا بنك مونديال، ودوب 5 ولا 6 عيطوا لي قالوا لي عيطنا لك، انت عندك خبرة عن الخبراء في العالم العربي وهذا، ودابا الله يخليك جاتنا اقتراحات من الحكومات تحت فيما عجبنا، عطينا انت شي 4 ولا 5 ديال الاسماء، عطيتهم 4 ولا 5 ديال الاسماء، وانا غنمشي للغد في الصباح هادشي كله 24 ساعة. والنائب المدير العام الكبير كان سميتو ستاين جلس قال لي كاين الاستاذ المنجرات عندي امال ان هاد اللائحة يمكن نزيدو فيها حتى الاسم ديالك. ولا ما يمكنش، قال لي علاش؟ قلت له بالانجليزة اتس ان اثيكال كويشن، قضية خلقية. ناضم شليته والله هكذا، قال لي وما هي العلاقة مع الاخلاق؟ قلت له ها المشكلة ديالكم، وانا من الصباح للعشية وحياتي كلها وانا تنقول بان انتم السبب التخلف وانتم كذا، وعندي 20-25 عام والطلبة ديالي قرير ومؤلف وكاتب 200 ديال المقالات، بانكم انتم هو السبب التخلف
وتبغيني جيت لهنا تستشر معايا لحد اخر واخا وتبغيني نخرج من هنا من المكتب ديالك ونرجع كنائب رئيس هذا البنك اللي من الصباح ونعشيه. هذه هي الاخلاق انتي ما تناش لا على بيته مش شنو كان كنت عندك موقف دابا كيف اخر انت جابك ربي واحد البلاصه اجي ليها. هذا باش تبرهن تعرف اي درجه هذوك الناس في الحضاره الغربيه المعنى الحقيقيه ديال الاخلاق ديال ما تضغطش مع نفسك. يعني ما يمكنكش تقول كلام وتعمل العكس. انا ما يمكنليش تنهاجم كمدير الاذاعه ماشي ار تي ار ما تضرنيش بان دوزام اذاعه تلفزه صهيونيه فرنسيه محضه اكثر من لا يوجد. يعيطوا لي بصباح العشيه تبغيني انا تقول ذاك الكلام وندوز في دوزام؟ ما يمكنليش لان اللي كتبت كله غادي نتناقض مع نفسي. تنقول لا يمكن ولا يقبل ان الاذاعه والتلفزه تكون تحت الوزير الداخليه وندوز في الاذاعه والتلفزه. نقول هذا الكلام امامكم ولا غدا تسمعوني في الاذاعه ولا في التلفزه؟ ما يمكنليش. ما تنقولش على موقفي، يمكن موقفي غلط، لكن المصداقيه هو ان الانسان في معاملته تيخص قد الكلام قد المواقف قد العمل. واللي للاسف الكبير اللي توجدوا الشبان واحد نص بها من تيهضر على ليزانتيليكتوال والمثقفين هو عدم ماشي استقامه. ما تقولش انا مستقيم اكثر منهم. هي واحد عدد المصداقيه الانسان مع نفسه. اما عندك موقف واخده دافع عليه وعيش على مستواه. ما يمكنلكش تبقى تعمل لي فيراج هكذا تدخل لا هذه ما كاين باس هذه درتها بالسيفه وتجبر راسك كل ما كان. ما يمكنش. اولا ما غادي يكونش عندك وقت التركيز الكافي باش تدرس ولا تقوم بالعمل ديالك. تقول قلت صنايع وقلت ما عرفتش. ما يمكنش الانسان يركز في حياته. قال لك تبت تنبت واحد الحاجه ادخل معها ادخل معها تتبعها. اذا هذه من المشاكل اللي جات على هذا. واخيرا تنقول شي واحد سالني على الصومال. طبعا الصومال قضيه استعماريه بحضها. الصومال 30 عام وهي عايشه مع السيد باري اكبر قماش كفار قتال. الشعب كله نايض ضده وما كاينش اللي بقى مساعده. ديك الساعه بطرس غالي وزير الخارجيه ودخل مع السعوديين وكانوا تيسبطوا السياد بار السلاح تيدخل من طريق لوغادا وكينيا وكلا كله خطر لان تيقصوا السياد بار يبقى. وبطرس غالي كانت هذه سياسته قبل ما كان وزير الخارجيه قبل ما يمشي للامم المتحده. هنالك شيء اخر ان التغيير اللي جاء سواء ان طلع هذاك محمد علي او طلع الجنرال الاخر الديني بجوج مسلمين. وطبعا بطرس غالي قبطي وحارب المسلمين من المساء من الصبح الى المساء. وهذا هو دوره كوزير خارجيه وسبب وجوده كامين عام المتحده. ليس له اي اساس اخر من غير كونه قبطي. هو قبطي ولكن يحارب الاسلام ويحارب العرب. هذا كلام قلته من قبل ونشرته من قبل بان اقبح نهار في حياتي انا 23 عام وانا مع الامم المتحده ومن شخص حال هذاك تسمى ذاك المنصب والناس كلها تتادي عليها دابا. اذا القضيه في الصومال زايده ان في الحدود الصومال عندك من جهه الحبشه واريتريا اللي في واحد العدد المسلمين كسر اللي معترف به وعندك السودان. دابا هذا تقول تنخاف ما قلتش دابا تنخاف على السودان. السودان غادي توجهوا له غادي يعطيوه له. فهمتي تنخاف على ايران بما فيها راك لعب الخيمة فضة ومع الامكانيات العسكرية ديال العراق متاحين واحد العشر سنين ايران ما يمكنش. ومن بعد عندك باكستان في الطريق راه الهند مقابلة بها بكشمير شغلها وخرين صوبين. هذا كله مشروع هذا برنامج من تقول دراسات مستقبلية هذا مخطط. انا من النص وتحركت على العراق ولا كتبت ما نقدرش نقولها اليوم. من عام 55 اللي كنت طالب واحد السيد انا راه تلاقينا عمر تلاقينا في دمشق عام 55 كنت راجع من بغداد من تما ما عاود رجعت. ترفض نمشي للدول اللي فيها الدكتاتوريات العسكريه ما عاودش رجعت لسوريا. ما يمكنليش نمشي لسوريا ما كنتش تمشي للعراق. لكن جات قضيه الخليج فهمت بانها ماشي قضيه ديال صدام حسين وديال الكويت ولا ديال السيدي الشيخ الفلاني ولا الشيخ الفلاني. فهمت ان قضيه مصيريه للمستقبل الحضاري ديال العالم الاسلامي وان هنالك مصيره ومرتزقه داخل بلداننا بما فيهم رؤساء دول ورؤساء حكومات في ذاك المنطقه. هذاك علاش تحركت؟ ما نضتش ندافع انا في كتابي كله الا جبرتي صدام حسين ضلني برا ولا جوج من هذا جبرها. فهمت ان خطر لكن مشاو للعراق لان هي البلاد العربيه الوحيده اللي كانت تصرف 1.5% على البحث العلمي. احنا ما وصلناش ل 0.3% هي الوحيده اللي وصلت لواحد الاستقلال الذاتي. عندما ما تعطلاش على المساعده الفنيه انا شفتها في 6 شهور بناوا البلاد كلها
بالثلث الربع ديال التبانك وكانوا معتمدين على الخارج، عندهم ناس اكفاء، عندهم رصابه، عندهم 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 حضاره، وعندهم 6000 عام الحضاره. يبغى غادي يمكن الجهال ديال امريكا اللي ما عندهاش 200 عام تجيو تعمل لك ناس اللي عندهم الحضاره في دمهم اللي قالت الشعيبيه راه عارف الحليب اكيد غادي يمكن الجهال. لكن الوضع العربي ما نتخوفش عليه، الوضع العربي الله يرحم والديكم يتقول الوضع العربي العسلمي قول ديال الحكومات ديال الحكومات. انا تنظن اي مغربي اللي ما عاش 3 فبراير عام 91 المسيرة في الرباط ما عرفش بلاده ما عرفش كل ما المغاربة. كان مهرجان لا يتصور، كانت الناس بخلوعة، شكون اللي بخلوعة؟ السفارات في إسرائيل الغربية بدلوا لي بلاك الطوموبيلات ديالهم، خوف لا يتمثال. اللي كان في شي منصب خوفان جالس في دارو شد عليه. تم للداخلية في سطوحة يتبعوا بالكاميرا ديال الإذاعات متبعين شنو وقع، الناس زعزعت. وهذاك برهان اللي جاو الخليج نقول له تنكرها، حرب الخليج برهان شيء، وهو الفجوة الكبيرة العظمى الموجودة ما بين المسيرين والشعوب داخل بلداننا واضحة. واحد قال حاجة ما قلتهاش أساسية، أن أهمية دراسة المستقبلية أن المستقبل مفتوح. وإن المستقبل شنو تقول قدامي 15 عام عندي اختيار، تيمكن لي ندير هذه أو ندير هذه أو ندير هذه أو ندير هذه. قال لك اللي عنده باب وحده الله يشد عليه. الدراسات المستقبلية هي هذا، هو تتخلي الإمكانيات وتتشوف مع الوقت كيف تتصلح التوجيه ديالك وأنت غادي. إذا لازم هذه قضية أساسية في الدراسات المستقبلية أن شيء مفتوح. أن أهمية الدراسات المستقبلية أن المستقبل مفتوح. لأن المستقبل شنو تقول قدامي 15 عام عندي اختيار، تيمكن لي ندير هذه أو ندير هذه أو ندير هذه أو ندير هذه. قال لك اللي عنده باب وحده الله يشد عليه. الدراسات المستقبلية هي هذا، هو تتخلي الإمكانيات وتتشوف مع الوقت كيف تتصلح التوجيه ديالك وأنت غادي. إذا لازم هذه قضية أساسية في الدراسات المستقبلية أن شيء مفتوح. السؤال بي غنكمل يعني تسعود قسمين أساسي وهو تنظن مهم اللي تقال في الأخير، وفي الحقيقة يرجع لعدد النقاط اللي كانت على في بقية النقاط الأخرى. قلت على الصبال التفاؤل بون هذاك دقطاع على قلك واحد اللي قال لي التخوفات ثلاثة. لا هذا من زمان الغرب تيخاف من الديموغرافية، لأن عنده الآن عدد الدول ازدياد السكان ديالهم سلبي، يعني سي كروسونس نيجاتيف. الدول الشرقية كلها بولونيا تشيكوسلوفاكيا وغير ذلك كلها هما غاديين عدد السكان ديالهم تينقص. ولكن في الديموغرافيا ما كاينش غير القضية الكمية، كاين القضية الكيفية. هو الهرم الديموغرافي عندهم هما تيزيدوا والعدد السكان اللي عندهم مسنين. أنهي التطور تقدم المجتمع؟ الناس تعيش دابا المعدل في أوروبا 80 عام 78 عام، النساء توصلوا 84 عام، اليابان المرأة توصل 88 عام كمعدل والرجل 82 عام. إذن المجتمع تجيد والعدد السكان اللي مسنين اللي نقولوا قبل 50 عام قبل 55 عام اللي غادي يكونوا اليد العاملة تقلالوا. إذن من جهة المجموع عدد السكان تقلال، ولكن التوزيع داك السكان يعمل أمر سهل، وأن الثلثين في العالم سكان العالم عنده أقل من 20 عام، لكن ثلث أرباع هذوك ما بين القل يوجدون في العالم الثاني. إذن عندك توزيع لهذا تنقول على القضية التالية الناس اللي مخلوعين على الإميغراسيون على كذا، عارف بأن من القل دابا 10 سنين أوروبا غادي تسعى ليد العاملة من جهة أخرى، ما عندهاش الوسائل لأن معولة على أوروبا الشرقية ما عندهمش الناس. واخا يعملوا لها روبوتيك واخا يدخلوا الاعلاميات واخا يدخلوا اللي غادي يديروا، كاين عدد ديال الخدمات اللي هما غادي يدوروا غادي تولي اليد العاملات خصوصا الا متقفه، يعني لي ريسورس هيومان الموارد البشريه اللي غادي يولي عندها الثمن. وانا تنبكي اننا تنوسقوا بنادم ديالنا بحال القر بحال المطيشه بحال هذا. وفي الاكاديميه ديال المغرب قلتها في مدريد عام 89 او 90 قلت اودي يجب علينا اذا كان الاتحاد المغرب العربي الا عنده شي حق هو يعمل صندوق التضامن. شنو هذا صندوق التضامن؟ اي مغربي
جزائري تونسي كما كان في اوروبا اللي باغي يرجع لبلاده نضمن له الرجوع ونضمن له الاجره ديالو لمده 5 سنين ونشوف كيف نستغلو باش ندافع على الكرامه الحقيقيه ماشي نعتمد على هذاك اللي على برا اليوم بحال في المغرب ان هذوك الخدامه اللي على برا العدد الفلوس اللي تسيتو يومين اكثر من دخول الفوسطه اكبر من دخول عندنا هما ديك اليد العامله اللي في الخارج لكن بحال اللي واحد الوقت تنصيفطو شحال تنصيفطو لاسبانيا شحال هذا تتحسبو دخل عليك واش بنادم ولا لهالدرجه هو اي بلاد اللي تتوثق بنادم ديالها هي بلاد متخلفه لان تشبيه النمو هو استعمال الكفاءات والطاقه البشريه ملي ما تتعرفش قيمه بنادم ديالك وتتولي تتشجعو تفسقو ومن الفلوس تابعو وعطال عليه يصيفطك فلوسو وتعمل له ابناك ديالو وتعمل له امورات وحيلات بجميع الطرق باش تسولى على الفلوس ديالو وباش تعيش بهم على ظهرو ومنين يوقع له شي حاجه ومنين يتضرب ومنين يتقاص من عند صحاب حقوق الانسان ما كاينش اللي تيتحرك 3 ايام من بعد تقول لو فيس كونسول ا روسو ان تيل بور لي دير هذه الكرامه وكان هذا الصندوق يدخلوا الناس والله كيف تنحلف وكان دارت هذه في ليبا ودخلوا ذاك الناس وانا ما عندي غرض مغربي يمشي لتونسي لا بغا يمشي للجزائر نساعدو الى توقف لهم الاقتصاد ديالهم ندخل غير العلماء ديالنا المركز للبحث العلمي في فرنسا فيه 748 باحث مغربي فيه 345 باحث جزائري فيه 280 باحث تونسي جمع لهم هذاك نوقف البحث العلمي في فرنسا ونزيد لكم العدد الاطباء اللي كاينين العدد المهندسين مزيان ما تيضرنيش قلت لكم الدياسبورا ما كاين باس خليه يجي يسمو ريحه الخليع وريحه السكسو والهراج اللي قال لك كارستا غادي تاثر عليهم هذه هي الوسيله الوحيده نعملوا حتى حنا دياسبورا تيتعاملوا بهذه الطريقه اذا هذه نقاط اساسيه بقات نقطه نحتاج نواجب عليها في الاخر تظل القضيه ديال الاتصال الحضاري اللي مهمه والدرجه اللي مهمه لحت عليها انا الحمد لله هذا الكتاب اللي تشوفوه عمل واحد الرقم قياسي تدخلها كل واحد هو التقاضات طبعا السادسة غتخرج من دابا 10 ايام ل 20 يوم صدر رقم قياسي باع واحد القدر الحمد لله تعدى 30,000 وهذا قليل في تاريخ النشر في المغرب منين جا عمل الزكاة المدخول ماشي هذا الكتاب جميع مكتوبين الامورات كلها عمل صندوق وسميتو صندوق للدراسات المستقبلية ديال الاتصال الحضاري باش هاد النقطة اللي قالوا البعض فيكم تنبغي ناس في الغرب دابا مع بعض الناس في اتصال في الغرب باش ندرسوا جميع شنو هاد المشكل علاش انا ملي تنشوف سائح هولندي ولا سويدي ولا ايطالي ما عندي حتى مشكلة ندخلوا لداري نشرب نصوب علاش وعلاش من الجهة الأخرى تنجبر واحد الحس اللي هو قبل كل شيء ماشي إنساني لأن من ناحية إنسانية إلا جلستي راسك راسو ما عندك مشكلة إنساني فهمتي لا تنسى صارت قال واحد الكلمة مهمة تيقول لك لوتر سي موا الآخر هو أنا لكن لي زوتر سي لونفير الآخرين هو جهنم لأن شحال مرة تجلس مع واحد تيقول لك يبون يكفاكم لي زوتر يعني تيبغي يكبر بك ويسب في البقية سي فوز افي ان ميزولمون ديفيرون فوز با كوم لي زوتر هو راه بغا يكبر بك بالحق سب مليار و200 مليون ديال المسلمين الآخرين كاين اللي تيعجبو الحال كاين اللي تيعجبو الحال ديك الكلشي قلت لكم جو سوي با كوم لي زوتر هذوك الاخرين هباج هذوك الهباج ذاك العرب وذاك هذا كذا هذه الثقه اذا هذه القضيه الحضاريه مهمه الابحاث هما بالمسوم غادي يضطروا يرجعوا لها لهذا قلت الخوف ديال الديمقراطيه بسبب لكم علاش الخوف الاسلام بديت بالقضيه ديال الفاتيكان وحقيقه هالارقام هنا شيء خيالي ماشي ديال جان بورج وبيشا اللي كان رئيس الديموغرافي العالميين المسيحي لا علاقة له مع الإسلام عمل واحد دراسة راه استعملتها أنا في جبرير الصحة 49 استعملتها على التوقعات ديالو على المسلمين نعطيكم مثال شو إيه في عام 80 اليهودية والمسيحية كانت تمثل 31% من سكان العالم توقع جون بورجوا بيشا إن في 2100 غادي يوصلوا ل 20% الثلث غادي يمشي الاسلام في عام 80 18% في عام 2100 غادي يدوز ل 40% وهذا حد ادنى هذا اقل ما يتوقعون
والطريقه اللي غادي بها الاسلام تسير في الصحوه غاديه بوحدها، ما غادي يقفها لا بن علي لا مبارك لا كافي ولا يكفي ولا تا واحد. هذا سبب التخوف ديالهم. القضية الثالثة هو اليابان، واليابان بي غادي نتم صار لي شرف اننا نتبع اليابان من عام تقريبا 68 اللي كانت الذكرى ديال 100 عام ديال الثورة ميجي، ومن صغري يعني صغري الجامعي وانا ما تنقبلش هذيك ليكواسيون ان الحادثة هي التغريب، موديرنيزاسيون ايغال اوكسيدنتاليزاسيون، بان ما كاين حتى طريقة اخرى باش يمكن توصل الحادثة الا الى تبعتي الطريق اللي داز عليها الغرب. وهذه تاع الاطروحات تاع قريتي والعروي وخير وهادو وناس نقدرهم علميا الناس، لكن ليس هنالك حل اخر الى الطريق. الطريق دازو منها ما كايناش يا خويا واحده اخرى، هذه طريق الكياس دوز منها ما دوز من جهه اخرى من لابيست ولا هذا. اليابان لا، اليابان فهم ان القيام لها علاقه بالتطور وان لهم تاريخ ونضو. والله العظيم عام 68 كان حتى ذاك الوقت تنتحارب في النقاش في الصحف في لوموند وغيره، والغرب كان تيقول لك اليابان تيقلد تيجيبوا صور تاك 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 وتيسرق شي حاجه وتيصوب، وانا تنتحارب تقول ما تيقلدش. يعني المرحوم لامبرور هذا اللي مات في الذكرى ديال 75 عام ديالو، سبعه الناس خارج لابين تعطيهم اكبر جائزه، وانا الواحد من العالم الثالث. علاش؟ قلت انت على الاقل فهمتي قبل الناس اليابان ودافعتي على الحضاره اليابانيه، وانا لله ما انا ممثل لا تسولي لا عندي بعشره عام ولا حتى حاجه. اذا اليابان كان تيهمني لان هو الحجه ان باش توصل الدرجه التكنولوجيه اللي وصلت لها اللي وصلها اليابان، شتي هذا الاورديناتور اللي عندي هذا ليكرون ديالو دلوان لا يمكن ان يصنع في امريكا، لا يمكن، لان ديال الوان كله ترانزستورات باش تصنع خصك توصل لواحد المختبر اللي ما فيه شي حبه ديال الغبره. وامريكا مازال ما وصلت لدرجه ان تنظف المختبرات ديالها ان ما تبقاش فيه الغبره. اليابان وصلت، اي بي ام والاخرين مضطرين عاملين اتفاقيه مع توشيبا هي اللي تصنع تو لي زيكران كولور. اليوم امريكا دافعه مع شحال مليون دولار باش كل ما يكتب بالياباني يترجم الى الانجليزيه، لان السبب ديال اليابان هو اللي فهم تقولها وما كاين سر التنميه. اليابان دار جوج حاجات من هذا سميتو منين وقعت هذه الثوره ديال الميجي عام 1868 ولات تترجم كل شيء. اهم الاشياء اللي تتبان في الغرب غير تترجم على اليابانيه. اذا اهتمات بلغتها. اليوم امريكا دافعه مع شحال مليون دولار باش كل ما يكتب بالياباني يترجم الى الانجليزيه، لان السبب ديال اليابان هو اللي فهم تقولها وما كاينش سبب التنميه. اليابان دار جوج حاجات من هذا سميتو منين وقعت هذه الثوره ديال الميجي عام 1868 ولات تترجم كل شيء. اهم الاشياء اللي تتبان في الغرب غير تترجم على اليابانيه. اذا اهتمات بلغتها. جميع الدروس الفيزياء النوويه العلوم ديال الفضاء كل شيء باليابانيه. اذا في الاول كاتبه هذه يمكنش اليابانيين بعد شحال من كاليغرافي عندهم يستعملوا الحاسوب، استعملوا الحاسوب وعملوا برامجهم. حنا كعرب هذه 20 عام مازال تندرزوا واش غنديو النظام هذا، واش ناخذوا النظام الكويتي ولا النظام اللبناني ولا النظام. حتى الكلمه ديال الحاسوب مازال ما اتفقنا على شنو هي، تيقول لك العقل الالكتروني اللي قال لك الحاسوب. اليابان اذا مشات على الطريقه عندها جوج الاسرار، اهتمام بلغتها وبحضارتها، والثانيه هو محي الاميه. ما دخل القرن العشرين حتى اليابان ما بقاش فيها امي واحد. حنا عندنا العدد الامي اليوم في المغرب اكثر من عدد السكان المغرب من استقلينا. تري سامبل هذا احصاء. كنا 12 مليون من استقلينا في عام 56، اليوم كان تقريبا 15 مليون 14 مليون الامي. مع المجهود اللي معمول ما تقولش في ذات الثقافي. اذا لما تاخذ هذا السر باين، ما تقولش عاوتاني نمشيو نعملوا غلط ان غنقلوا النموذج الياباني، ما يمكنش. النموذج الياباني نجيو اليابانيين صالح اليابانيين. النموذج الصيني فابريكاسيون لوكال يصلح فابريكي وهذا. حنا النهار اللي نوصلوا نعملوا بان النموذج التنموي ديالنا موديل ديفلوبون نعملوا فابريكي وماروك غنطلعوا. اما مادام فابريكي في ايتازوني فابريكي على بنك مونديال فابريكي ان فرونس فابريكي على سي او
غادي يمكنش لكم. إذا السر فيما يخص اليابان برهنت بشيء أن الحداثة ليست هي الغربلة. أن تيمكن تدخل الحداثة وتتعداها بالقيام ديالك. أن القيام ما هو ماشي عرقلة التطور. فهي القيام الإسلامية الحقيقية اللي غادي تبنى عليه باش نتقدم. أنا سير دابا تندور في العالم العربي اللي كنت تمشي للجزائر دابا طبعا ما تمشيش. تنجلس تنجي عندي هذه مرات أنا قلت رجزة في الجزائر حيث بأن امرأة هي اللي ترقص الجلسة وكانوا العلماء وكان القرداوي والغزالي إلى آخره وترقصت جبرتها بحجبة جبرتها أستاذة ديال الروبوتيك في وهران. خويا كلوب يعني ناس عندهم جيت كل سبعة ومعلمين عندهم. كنت في كندا أخيرا لقيت محاضرة الكندا لديفيرسيتي دي لافال كاثوليكية تطلب سنويا الأيام الإسلامية. مشيت لقيت محاضرة ما عاود استغربت الناس كلهم اللي مصوبين. إذا القيام ما هو ماشي العرقلة بالعكس إذا ما بديتي شي حاجة بقيامك. القيام هما الأساس. إذا الأساس ما كانش صحيح ديالك وكان من كل البناية غادي تطيح. ولهذا كانت أسئلة على إيران وعلى هذا تنظن وهذا اللي باغي ننهي به وتخصكم تفهموا شنو كان عليه من تقول على حقوق الإنسان والديمقراطية. أن حقيقة هذه كتبها وراه هي تفاد الكتاب هذه مدة عن النفاق الغربي في نفس الديمقراطية وفي نفس حقوق الإنسان. الطريقة اللي كانوا متعاملين معها مع الاتحاد السوفيتي في ذاك الوقت وأن اليهود ما يمكنهمش يخرجوا ومع بولونيا لأن الباب واللي وقع في بوكارست مع تشاوسيسكو يعني الدفاع عن الحرية من الصباح للعشية. لكن لما كانت يوقع تحرك داخل البلدان مثل الإفريقية والعربية هذاك الغرب تيساند النظام الموجود. موبوتو قمار شطفار انت انا دائما تقول كنت عارف قانونيا لما تتمس برئيس دولة عنده الحق يدعيك وما زلت تنتظر شي واحد يوم يدعيني انه بصباح العشية يعني بدون مجاملة تنقلها وتنتظر ذاك اليوم كما كانوا الشرعيين عندهم الحق. هذا اتفاقيات دولية يعني يمكن هذا موبوتو يدعي غدا بان المدينة المنجرة قال قمار شفارك الثاني جلس لي مع ميتيران في سميتو في لين موريس في القمة الفرنكوفونية. بالحق ميتيران قال لبوتو خصك تنظم انتخابات وقولوا بان غادي تنظموا في عام 94 من تحركت الدنيا في مداغاسكار باش يتقلب النظام ديال واحد ديكتاتوري اخر اللي وقفوا مدافع على الرئيس ديالو هما جيوش فرنسية. كل رئيس دولة افريقي توغو وقعت فيه انتخابات حقيقية وتقلبت. نيجيريا طلع انتخابات العناس عاود ما قبلوهمش بحيث ما كاينش اللي مدافع على الاقطاع الحقيقي وعن خرق حقوق الانسان وعن عكس الديمقراطية مثل هذه الدول الغربية اللي بحال قال واحد منكم هي قابلة الديمقراطية للرأس لكن ما قبلهاش ما تبغيش تقبل لنا تصور اذا كانت ديمقراطية في البلدان العربية والافريقية وهذا اي باب غادي يدخل الغرب باش يحتكم. اليوم عنده ساروت واحد اليوم تكفي رئيس الحكومة يكون ما بين يديه وانت بغيتي الديمقراطيه وخصو تفاوض مع برلمان وخص القضيه تدوز ما بين حزب وسبيني وبين الجزائريين. انا عندي واحد تتكلم معنا الانترلوكيتور عنده لي بوفوار كلهم ديليغي تتكلم به في الجميع اذا ماشي في مصلحتهم كي بغيتيهم يدافعوا من الخارجيه. لكن اكبر شيء واكبر حقيقه النفاق اللي وجدت على المستوى الدولي اشتغلت انا كثير بحقوق الانسان عام 57 58 59 القوانين الدوليه كلها في الامم المتحده وشفت النفاق الفرنسي في ذاك الوقت على الاستقلال الجزائري وغير ذلك. لكن لما جيت وعملت مبادرة طلب من عدد الحزاب في المغرب وأسست المنظمة المغربية في حقوق الإنسان عاد حسيت بالنفاق الحقيقي ديال هذاك الغرب. ولكن نقولها الآن معروفة أكبر عرقلة وجدت في ميدان حقوق الإنسان في المغرب وهما الأحزاب السياسية كما كان لأن ما تقبلوش فنحترم الأحزاب السياسية لكن من المشاكل في هذه البلاد الكريمة أن الشخص لا وجود له شرعي لا وجود له شرعي من موجود إلا إذا دخلت في الحزب أو الحركة أو الجمعيات بحال هذه الإسماعيلية ولا غيرها ولا هذا. أما دمت أنت محمد بن عبد القادر تقيد القانون ما تعطيك الحق
اش تدير بذاتك غير بغيتي تقدم انتخابات تقدم يا اخي مع هذا عاد زادوا لنا هذه الاصابه الجديده هذه المره هذه. اما شرعيا لا وجود لك الا اذا كنت منتمي. كان اللي منتمي الله كان اللي منتمي هذا انا والد الله يرحمه والصينية على الحاجه قال لي معبرك ما تدخلش جماعه اللي مقفوله ما تخليهاش كل واحد انت سيتو انقف. اذا هذه القضيه حقوق الانسان هنا عشتها لكن عرقله من تقول الاحزاب جبرتها ماشي بالناحيه السياسيه لان عندهم مركاب إلا بسيتي لهم في الإعلان العالمي لديكلاراسيون يونيفرسال دي دغوات العمد عام 48 عندهم أهم القرآن صدق الله العظيم ولا الإنجيل ولا التوراة. أسيدي ما كنتيش في ذاك الوقت هذيك راه مأخرة بالنسبة لديك عام 48 في عدد حقوق جداد اليوم حنا تتكلموا في عام 90 والو لكن هذاك هو المرجع. وإلا قلتي بحال اللي درنا دخلناها في الأساس أن يجب في ميدان حقوق الإنسان في المغرب أن نعتبر أنها بلاد عربية مسلمة بربرية وإلى آخره ونأخذ بعين الاعتبار هذه القيم اللي موجودة في المجتمع هذه حقوق الإنسان لمن دايرهم مش من الناس دايرهم إلى المرجعية ديالي المفاهيم ديالي ماشي ديال الناس اللي تندفع عليهم غنجيب لهم نقرا لهم مونتيسكيو قال إلا قريتي مونتيسكيو بنفسه عنده تيقول بأن ما يمكنش حقوق الإنسان الفرنسية الدستورة الفرنسية تطبق على كل واحد وما يمكنش معاه الحق. سماو لا ديكلاراسيون يونيفرسال فرنسا قررت بأن سي يونيفرسال اش تبعت يونيفرسال. أنا عندي مرجع عندي مفاهيم في الدين ديالي غندورها إلا جبرت شي حاجة مخفى غنقدمها. إذا تاف ميدان الديمقراطية وتاف ميدان حقوق الإنسان كلمات ما تهمونيش. انا اكبر اللي حاربوني هما الصهاينه والاخرين في الخارج لان ملي قلت فكره غندعملوا اتحاد مغاربي لحقوق الانسان تخلعوا قال صافي هاد الميدان اللي حنا قاطينهم بهم تخلع فهمتي. اذا عدم الثقه في النفس ديالنا وعدم الثقه في عدد المثقفين ديالنا وعدم الثقه في الاحزاب السياسيه اللي كانت عمرها ما تتكلم على حقوق الانسان ما بدات المنظمه المغربيه لحقوق الانسان ونجحت ذاك النهار عرفتي تصدينا ذاك الساعه خصك تعمل يديك عليها لان هذه بيع وشرية مزيانه فوند كوميرس تدقيق زوال سيدي بدا نهضر على حقوق الانسان. لا ضحك على سؤالك هذه بين قوسين وهذا الكلام اللي تقوله راه قلته في الجرائد وقلته في جهه اخرى وقلته في راديو فرنسا انترناسيونال بحيث مكرر الناس الاخرين يسمعوا وبكل احترامي وتقديري لعدد الناس في الحزاب وكلهم عندي اعزاز وعدد منهم تنقدرهم وما نبغيش تفهمهم اللغه ديالي تنس بها كاين واحد العدم كيقول عدم نظافه فكريه يعني عدم تعامل باخلاق مع الاشكاليات العالميه الحاضره. الديمقراطيه كلمه انا عقيد اللي في قلب الله ما عندي غراضي لا قلت لي هذا الماء غتشربوا انا سميه سيدي علي ولا سميه سيدي حلاص ولا سميه راه يكون ما نضيف ومصور يقول لي انا اعطيك الماء. اما تعطيني هذا مكتوب فيه سيدي حلاص ما فيه والو ولا خاوي ما قضيت والو به. اذا هذه القضيه ديال الديمقراطيه ما تخصناش نتعلقوا بالكلمات يخصنا نتعلقوا ما هو المضمون داخل الديمقراطية بلا ما نقول لك لا الشورى ولا غير ذلك. وهذا وصافي طولت عليكم هذه دابا 9:30 اعتقد نشكركم الى بقات ان شاء الله تجيبوا نسبة اخرى ولا هذه الا الا كاين بغيتي واحد القصبين ولا 4 ساعة تشوفوا المنظمين اللي ما عندهم مانع الناس اللي تحاربوا يعني كان باغيين شي جوج ثلاثة تما وصافي ومشيو صافي. لا هذا ماشي عيسى انا ما تخافش عليا انا خليه واصلك خليه بس اذا كاين مشكل لان تنقص علي هذا كله بغا تجبرهم في الطريق دابا هذوك اللي ما هضروش انا عارف على شي شيء نعم اسيدي نعم.